صغير. مثلوا على ما في فخده دجنا حدا يا ابوي. اهرب يا ابوي بلي مرة حيخلصوا علينا. جدو رمى اهل النجاه والزهر بات بالعطر. ببكي حفيد عنطرة ودمعي ملا كذا لتر. مين اللي نجاه؟ مين اللي رباه؟ هيبان ده وسط التتر. التتر يا محمد. هو ايه ده؟ هما مين ده؟ طب ازاي انتوا ايه؟ تعال شوف اخوك الجديد. ينفع العب بيه؟ ينفع يا حبيبي. يا حبيبي يا اخويا. بعيد عن امه وابوه وما شافش طفوله مريحه. ما هم اللي خدوه ربوه ورحمه امي على مقيحه. شاهد يا ولدي الحكايه قدامك واضحه صريحه. يا باشمهندس ازيك يا هندسه؟ ازاي عيالك؟ والمدام اخبارها ايه؟ يستاهل الحمد يا سيدي ان شاء الله دايما. بقى صلى على النبي واللي صلى على النبي يكسب يا باشمهندس. الشيك بتاع الديك فريزر لو ما تحصلش في ميعاده اقسم بالله العلي العظيم لا اكون معادك جوه الديك فريزر. لا سامحني دي فلوس شغل. الشيك لو سمحت يتحصل في ميعاده. ما تحرمش. سلام. زباين كسر عايزين يعيشوا بلوشي. يلا عطمه. ايوه حاج دلوقتي حشمت فين؟ في مكتبه حاج. طب اندهولي بسرعه عليا بسرعه. ايوه يا حاج عارف. تتصدق بالله يا حاج عارف احنا هنقفل المعرض من زنك يا عم. الشاشات 5 دقايق هتوصل لك. هكون فين؟ في مكتبي يا سيدي ليل ونهار. تؤمر مع الف سلامه. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. هلكتونا. اتفضلي. مساء الخير. يا مساء الفل. اهلا وسهلا. اتفضلي حضرتك. تحبي تقعدي على البديه ولا على الكرسي؟ لا انت بانيو على طول. يلا على البانيو. لا انا هقعد هنا. اهلا وسهلا. يا استاذ حشمت بيه. نعم. الحاج سعيد عاوزك. قول له مش فاضي ما يخلص الشغل اللي في ايده. بالسلامه. واضح ان ريحه الفنيك مضايقاكي. يا حاج سعيد الاستاذ حشمت بيه بيقول لك مش فاضي.
قول له يجي بدل ما نسر البلغة على كتاته الفاشل التافه القله. ساتر يا رب. هو في ايه؟ انا مش عارف بيهزقوا مين. معلش معلش دقيقه واحده الو يا حاج عرفه وربنا احنا هنقفل المعرض من زنك ده يا حاج عرفه. خليك معايا خليك معايا وانت معايا. ثانيه واحده ثانيه واحده يا منال ابعتي لي حاجة الحاجة عرفة حالا يلا عشان مزهقني. صدقت يا عم بالسلامة. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا نشوف اليوم الازرق. ايه اللي ايه ده انت قاعدة في بيت عمتي؟ ما نشوف اليوم الازرق ده عشان الحكاية عبطت وهلتت. انا هتنسل عليا الجزمة فوق دماغي يا سعيد يا احمر. ايه؟ يا احمر مش اسمك؟ انت قد ربنا يعني البختك كده على طول. البعيد ما بيفهمش. انا مش قلت لك 100 مره في الشغل اسمي ابي؟ الابي دوت بيبقى اخي كبير حنين على اخو صغير مش يرميه في الحمام زي المعيز. عايز اقول لك على حاجه، لاخر مره هقبل اهانات وشتيمه. بسم الله ما شاء الله بسم الله. اه انت بتفهم في الاصول اهو. اه وهي الاصول بقى يا حشمه اللي انا ابعت لك الواد عشان يندهلك تقول له ان انت مش فاضي. مش فاضي ليا انا؟ امال فاضي لمين؟ فهمني. هو ده رد الجميل؟ يقدر يصرف عليك دم قلب؟ يا عم صرف ايه ودم قلبك ايه؟ ده من ساعة ابوك وامك ما ماتوا صرفت عليا حوالي 1500 جنيه. 1500 جنيه؟ وانت مستقل 1500 جنيه؟ بقول لك يا سعيد انا دماغي ما تدوش، عايز مني ايه دلوقتي؟ تفضلي نفسك خالص. امسك الليسته دي فيها عناوين. تروح هناك وتحصل لك الكمبيالات المتأخرة، اللي يدفع خير وبركة، اللي معهوش تحمل كل الأجهزة وتجيلي طيارة ميارة. طيارة ايه يا حشمة؟ ميارة ميارة يا سعيد. نفسي مرة تنزل انت تحصل الفلوس. ده انا بتعارك مع الناس يا سعيد عراك انت بتعرفه. انا بتضرب علقة من الزباين اكتر ما بشرب شاي. العلقة دي اللي بتصنع الرجال، دي اللي هتنشفك تخليك ملو هدومك. بصراحة انا مش رايح للزباين، خايف اتخانق. خلاص عد على الشؤون القانونية، خد المحامي معاك. يا واد شؤون قانونية انت محسسني ان انت نجيب ساويرس؟ ده احنا شركه معفنه في شقه سعيد. يا حشمه خليها على الله يا حمار. انت عارف يا سعيد يا احمر انت ايه اللي حيشني عنك؟ ان انت اخويا الكبير بس، لكن غير كده انا مش عارف كنت هعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني يا حشمه؟ هبوس راسك مش اخويا الكبير. قول يا بيه يا بيه. على السريع يلا طياره مياره. حاضر. طياره ايه؟ مياره مياره. لا يا مياره تدخل فيك. استهدى بالله برضه كده يا حشمه، ده اخوك الكبير. هي المصيبه ان اخويا الكبير ده اللي مخليني مستحمله. معلش خده على قد عقله وكله هيبقى. انت قلق؟ اه نعم. افرد وش اهلك ده على الصبح، خلي ربنا يفتحها علينا. ما تفرنيش. فكها انت علينا شويه، فكها. مكنزه معاملهم الثمانينات. الله اكبر. اهو نبر اهلك ده اللي مخليني كل الفلوس اللي بكسبها بضيعها على ادويه. ادويه ايه بقى وكذب ايه؟ ده هو كله قرص فوار واللزق اللي بتاعت دارك. حسب الله ونعم الوكيل. انت بتتمناني المرض يا حشمه؟ المرض انت اللي بتجيبه لي يا سعيد من رميتك ليا في الحمام. يا اخي حرام عليك، خليني اشتغل في اوضه النوم عشان لو تعبت اريح. شوف العبيط ياض، اوضه النوم دي للنوم مش للعمل يا حبيبي. النبي امال الحمام ليه بقى؟ للقراءه والمطالعه؟ العربيه ايه بنوره معاك. عارف لو حكيت اعمل فيك ايه؟ عارف هتحك وشي فيها. يلا في امان الله يا حبيبي. طياره مياره. طياره ايه؟ انت زهقتني قوي مياره. رحمني زهقتني يا اخي. ايه ده؟ بقول لك ايه، انت معاك رخص؟ انا ما بعرفش امشي غير قانوني. معيش اي ورق العربيه دي. يبقى توكلنا على الله. يلا على الله. يلا توكلنا على الله. ايه ده؟ ايه ده؟ خبطنا في ايه؟ خبطت في حجر. يا مصيبتك السوداء يا مصيبتك السوداء يا حشمه، ده اللي لو حكيتها ربنا يستر. الاولاني ازاي؟ الاولاني اللي فوق لورا لورا دي لورا. أقمر ايه الجو ده يا وليه؟ جو ايه؟ مش انت خبطت على الباب؟ اه انت مين وعايز ايه؟ انا حشمت اخو الحاج سعيد الاحمر. عايز ايه؟ هي دي المفيده، عايز القسط بتاع التوستر اللي 3 شهور المتاخرين. يا لهوي وانا مختصر بيك انت تستهبلي لنا. فين القسط؟ آه لا دراعي وقف شد عليا. انا معلش معلش والنبي شد معايا. اصلي بقول شد معاك ايه؟ مفيده قوي عشان الولاده. انا مالي مال الولاده، انا عايز القسط. فاضل لي 20 عده ان شاء الله تتحرق. انا عايز فلوسي. معلش شد شد شد. هتدفع المهم ولا هتخلعي؟ يعني يومين وقبات الجمعيه. اقسم بالله لو ما دفعتي لسيب دي تلزق في بقك هتدمرك دلوقتي. لا والنبي اوعى. لا اوعى القسط. القسط ده باينها هي الضر.
ضربه. ضربه ايه؟ انت جبت من الاخر. اخر ايه؟ انا عايز فلوسي. الارميتاج. ايه الكلام الفاضي ده؟ بقول لك ايه؟ المستشفى. ما تدخلنيش في مشاكلك الشخصيه بره المستشفى، اديني فلوسي خلينا نمسك على الله. انا بولد يا عجيب الاحساس. بولد. الله حولي يا ناس. استني يا ست بقى، استني. ليه كده يا سميكي؟ ايه بوجي؟ بوجي حلو. بوجي حلو ولا موجي؟ الاثنين زي بعض. انا مالي بوجي ولا موجي؟ شوف بقى معاك ميه تهدي بقى. اتهدي بقى. الحقوني. الله يحرقك يكفيش مره واحده. سعيد هيموتني. ما بتعرفش تسوق بالسوق ليه؟ هلا تحط سوق انت. اتفضل سوق انت. هات يا سيد. اغسل اغسل. حطه مكانه. امسك الولايه. طب امسك الولايه. امسك مينو. امسك الولايه. والله لحبسك. حلو قوي نجيب. الواد مينو اهو. بقول لك ايه يا ام بودي؟ دقيقتين بس هنزل له الواد ده كلمتين، اخد منه قسط استشوار واجي لك. ها مش هينفع. مش هينفع ايه؟ قسط استشوار. لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الواد دراعاته نزل. ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ دراعات ايه ونيلة ايه؟ يا بوجي لا لا لا. الله يخرب بيتك وبيت يومك الشوق مش، وربنا لعضك من بطنك. الحقوني. هنعمل ايه في البلوة دي؟ ولا حاجة. كده كده رايحين المستشفى، هنرميه هناك. يلا بسرعة. قسما بالله لحبسك. يا نهار اسود ومنيل. العربية بقت نص من غير نقل. الله يخرب بيتك. ميمي 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 ميمي. عليك ستة وسبعة وثمانية، ادفعهم النهاردة وإلا انت فاهم هنعمل ايه. قشطة. يلا يا ميمي. سيبه ما بيستهبل. تموت ما تموتش هتدفع القسط. بقول لك ايه؟ يلا يلا يلا. اخلص. خلاص انت الله يخرب بيتك وبيت اللي هتولديه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اي اي انت دايس على رجلي مش على البنزين. لا دي البنزين. انا دايس على البنزين. يا مرسمد. يا اما يا مرسمد. يا لو ايه الدرع ده؟ هو دراع. فيش دراع تاني، ده دراع واحد. دراع واحد اهو، دماغ واحدة. طب انزل شيل معايا. هشيل ايه؟ خليني جنب الست دي. هي كانت خالتك. انزل. اجزف ايه؟ انزل معايا. الواد مين يخد دراعاتي؟ والله انت بنت حلال. كوافيرك جنبك، تقومي تشدي حيلك يظبطك وتكملي يومك عادي. ها ولو احتاجتي اي حاجه بصي ورا قولي يا ام بودي هتلاقينا معاك. مين بيد؟ خش جوه. حد خش يا عيد ياما. اوعي تنيلي. عضي عضي بسرعه بقى. لا يتسرع بموتك يا بعيده. اسكتي بقى في يومك. داخل فين يا هلا؟ لا والله العظيم الواد رجولة ومامي. وفر علينا شيل وحط المرمطة. انا هشبك. هموت هموت هموت. انتوا هتموتوني. يلا غوري بدايه المستشفى. ايه؟ لا مستشفى لا، بخاف. بخافي امال انا اولدك؟ يلا يا ولية غوري من هنا. خدي بالك لو متني في الولادة اقسم بالله مش هسامح في التوسطة. هخنق بودي. يلا يا ولية. تعالي دقيقة دقيقة يا مس. خد المصيبة السودا دي. غرز بقى ده يا بقى. يخرب بيت يومك شق. ام مودي ام مودي. صباح الفل يا باشا. لو سمحت يا باشا سؤال معلش، يعني مفيش حد قريب هنا بيغير مساحات عربية عشان شكلها اتمطر؟ مطر. وايه دول؟ دول ناس يا فندم، ناس ومعاهم حمار عادي، ظاهرة عادية. حملهم منين؟ من على النت يا باشا. كله من على النت دلوقتي. هات المصحف. من على النت. كله هاتوه. ليه يا باشا؟ انا قلت لك سارقهم حضرتك. انا اعترفت وقلت لك محملهم وانا سارقهم. ما تقلقش يا باشا، كلها يومين واجيب لك محامي يحلها. خلاص يا عم انا دخلت. ربنا يخليك ليا يا اخويا كبير يا سعيد يا احمر. وربنا انا كنت واثق ان انت مش هتسيبني لوحدي في المحنه دي. انت سندي وظهري يا سعيد. هو ده سعاده الباشا؟ هو ده حشمه اخويا اللي انا مربيه صرف عليه من اللحم الحي يا باشا؟ انا كنت بشيل لقمه من حالك واظرفها له في حالك. ايه القرف ده سعيد؟ خد يا ايه ابونا الله يرحمه مربينا على ايه؟ ربنا على ايه يا ابي؟ قول لي. مش عارف ربنا على ايه؟ عليه؟ ان الرجاله بتبان وقت المحن وقت الشدايد. واحنا في محنه. الكلام ده ما يطمنش يا سعاده. الحاج سعيد الله يكرمه دفع 20,000 جنيه للمصابين وخلاص اتنازلوا. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك ويخلي اخويا الكبير. سلام عليكم. رايح فين؟ الحاج سعيد عمل لك محضر اتلاف سياره. محضر؟ محضر لاخوك يا سعيد؟ محضر عشان بابين وبريبريز ووش حمار؟ والاكسدام والشبكه والفوانيس غير 15 شوار بتوع مين؟ خربت بيت الله يخرب بيتك. لا مؤاخذه باشا، بس بالنسبه للضرايب والحشيش بس مش هحبس نفسي. ابونا الله يرحمه ربنا عليه حيش مات. اننا ما نتهربش من الضرايب وشمش عادي. ما انا مش هحبس نفسي. مش هحبس نفسي. قول ربنا ان العفو عندك مقدار. والله يا ريس وانا قدرت. وعفيت يا خلاص صغير حبيبي ماليش برغي غيره. استسمح والنبي
يروح معايا في ايدي. مساء الخير يا سعيد. بص بقى يا عم، اللي اقوله شرط اخره نور، واللي خدته القرعه تاخده من الشعور ومن جور السعيد. احنا نقضيها امثله؟ اخلص، عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان انا استحملتك كتير قوي سنين طويله، وانت معذبني وذللني وقاهرني. اقول يا واد معلش، اخوك الكبير بيشد عقودك، عايزك تبقى راجل، وان ابوك وامك قبل ما يغرقوا في ترعه المريوطيه وصوه عليك، شاكرين قوي. كل ده تمام، لكن توصل بقى للاقسام والمحاضر؟ لا يا سعيد، انا عندي كرامه. عندي ايه؟ كرامه. انا همشي، وبيني وبينك الايام هرجع وراجل مهم، مهم جدا، واوعدك اول حاجه هنصفك الراحك باخوك يعني. يلا انا ماشي يا سعيد. هشام ايه؟ كان في فرش شراب كروهات هنا، راحت فين؟ كروهات؟ وصلت الرساله يا سعيد. واللي بس ابو دكه، هو كل حاجه هنا موجوده تختفي كده فجاه؟ خلاص مش هتوصل لابو دكه، بقول لك وصلت الرساله. ماشي، بس قبل ما امشي بقى، انا في حاجه مهمه قوي من حق اخدها، اخر حاجه من ريحه امي الباروكه بتاعتها. بسيطه، هي فين؟ اهي اهي، خدها بريحتها بقى املاها، وخد الباب في ايدك، اتكل على الله، اتكل على الله، اتكل على الله. حاضر. شايف ابنك البكري بيعمل فيا ايه؟ شايفه سبتيني لايه؟ ايه ده؟ انت بتكلم مين؟ ماما. ماما؟ ما توصلش لماما، اهدى كده كله هيبقى زي الفل. ها، هتروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ هترمي تحت اي كوبري. سعيد شردنا نجيب. معاش اللي شردك، بيت اخوك موجود، بتشرح وبرح ويسامح من حبايب الف ولا يهمك. بتفكر في ايه؟ هقتله. تقتل مين؟ ابي سعيد. لا يا حبيبي، ده فيها 15 سنه سجن. ان شاء الله يكونوا 3 سنين وربنا نقتله. بقول لك ايه، نجيب تعالى معايا، بتاع قانون وعارف. انا ليا في البيت ده زي ما هو ليه. انا عارف هو هيعمل ايه، وربنا لا حش بقى. اقسم بالله لا، وطى صوتك هيسمع. كبرت في دماغي يا نجيب. استنى الله، هسبقك على بيتكم يا نجيب. استنى هقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. خش يا حش، ما تخش. خش. انت موطي صوتك ليه؟ صعب شويه. خش نور. ايه ده الانوار يا عم نجيب؟ بيتنا هي دي اللي تسعم الحبايب الف دي، الناس مرميه في كل حته يا عم. توسع بيك، اتفضل ادخل ادخل ادخل. مش عايز اعمل لك احراج. ايه ده، انت خيرك علينا يا راجل. مش كده يا عم. ده بقى ابويا الحاج ابو نجيب. يا نهار اسود، ده ابوك شبه امك بالمني هو كمان. ايوه، ما هم اساسا ولاد عم. ايه بس مش للدرجه دي. مساء الخير يا عم الحاج. ما بيردش ليه؟ غلبان، عنده زهايمر. ربنا يشفهولك، ربنا يشفهولك. حبيب تعالى تعالى سلم على حشمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده انتوا فوله واتقسمت نصين. سبحان الله. اخوك اه، انت مبرق لي كده ليه يا نجيب؟ خليه يسيب ايدي ويمشي يا الله. امشي. حسيب حسيب تعالى. سلام. تعالى سلم على حشمه. سلام. خيرهم علينا. الرب الرحيم، ربنا يزيد ويبارك. ده واضح ان انتوا اسره مترابطه قوي. انا حاسس ان دخلت على السنافر فجاه. خليه يسيب ايدي، وما بيكلبشوا في الايد ليه؟ انا خايف قوي. سيب خليه يسيب ايدي، بعدين هتمسكها بعدين. امشي. هتطلع لنا حد تاني ولا خلاص اخواتك؟ خلاص. اختي نجيبه اتقتلت في الاوضه دي من 17 سنه. انت ايه ده؟ لا ما تلمسنيش. لا ما تلمسنيش. انا من زمان بقول لسعيد الاحمر ان انت مش مظبوط. يا عم ما تخافش مني. لا مش هخاف منك، ومش هبات في البيت ده. ادخل يا عم. انا ليه عمتي في الخلفاوي وارحلها. خلفاوي وبيتك موجود. عايز يبقى اروح لقندة. لقندة؟ لقندة؟ والله بيت لقندة. والله ما انت بيت في اي لقندة غير هنا. خليني براحتي بقى يا عم نجيب. ادخل. هطلع لنا حد تاني ولا خلصت؟ ادخل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنام فين انا طيب؟ هتنام جنب ابويا هنا. لا مش هنام جنب ابوك، معلش معلش. بص انا من صغري بنام في اي حته. يا راجل ادخل. ايه يا عم؟ انت ابو، انت واقف. ادخل ريح جنب ابويا. لا ابوك، لا ابوك، لا لا يا عم خلي الراجل براحته. لا 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 لا، بقول لك انا هروح لقندة، انا معايا فلوس يا عم. لقندة ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ تحب تنام في اوضه اختي نجيب الله يرحمها؟ عم ابو نجيب انا جاي لك دلوقتي. ها معلش هضايقك، هنام جنبك يا عم الحاج. معلش تصبح على خير. انت مالك بدور على حاجه؟
في حاجة؟ يا نجيب نجيب، في ايه يا ابويا؟ في بتدور على حاجة؟ اجيب لك حاجة؟ عايز مية؟ عايز مية؟ بس ده مالك انت بتشمني ولا ايه؟ عارف احنا ليه شبه بعض؟ ليه؟ عشان احنا مش حقيقيين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، اهدى يا نجيب نجيب نجيب. لا ما تعرفش الواد اللي متنايل على عينه ده غرف انهي داهيه؟ قصدك الاستاذ حشمت بيه؟ ايوه الاستاذ حشمت زفت. خدوا المتر نجيب وبيته عنده. يغور في داهيه، عيل منحوس وفقرني ما يتخيرش عنك بالظبط. قوم بقى هات لي حتتين تلج بسرعه. يلا قوم. خالص انا راجل بقدر واحترم التراث، عشان كده انا عندي استعداد ادفع اي مبلغ واعمل مهرجان ضخم عشان اكرم فيه احفاد الناس العظيمه في العالم. دوري طبعا كمحافظ على التراث ان انا اساعد الناس دول في الحفاظ على مقتنيات جدودهم اللي سابوها لهم، وده طبعا من خلال المؤسسه اللي كونتها انا وشركائي. مش واخده بالك؟ هيستيريكال شيلز. هو انا هدفي ايه من ده كله؟ الناس العظيمه دي اللي رحلت وسابت لنا تراث كبير جدا، يعني حقهم علينا ان احنا نوفر الحد الادنى من الحياه الكريمه لاسرهم واحفادهم. طب انت مثلا عندك فكره عن اسره الملك فاروق؟ ايوه عايشين في سويسرا. تعرفي اي حاجه عن احفاد رفاعه الطهطاوي؟ لا. طب جربي تجيبي لي واحد، هاتولي واحد من احفاد الناس العظام دول وشوفوا بس رجاني هيعملوا معاه ايه. معقول ده يبقى طاقه القادر يدفع حقي؟ مبارك الدعاء الوالدين. ايوه 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 يا حبيبي يا حشمت يا وش السعد. يا ابو نجيب ارحمني بقى، ابوس رجلك ننام نص ساعه بس. نام نام ربنا يخليك. مالك فيك؟ في حاجه تبص لي كده ليه؟ انت متجوز؟ لا مش متجوز. طب ما تتجوز. حاضر، ما ربنا يرزقنا ان شاء الله. ما تاخد نجيبه. نجيبه مين؟ بنتي. مش بيقولوا اتقتلت في الاوضه اللي جنبنا؟ وده يمنع يا راجل؟ ما في بنات كتير اتقتلت واتجوزت. حاضر حاضر حاضر، شوفها مقتوله فين وهاتها اتعرف عليها وان شاء الله اتجوزها. بس نام بقى، خبوس رجلك. نام نام. ايوه حاضر حاضر. اهلا، ازيك يا حاج؟ ازيك يا متر نجيب؟ ايه الانوار دي؟ معلش صحتك من النوم. لا ده انت براحتك. هو حشمت عندك؟ اه جوه موجود. طب اندهولي. الله، من على الباب كده. اتفضل يا حاج ادخل. اعوذ بالله من خبث الخبائث. اندهولي. الله، ما ينفعش كده من على الباب يا حاج. خلاص بقى اندهولي يا حاج ادخل. حشمت. الله، في حاج؟ حشمت هتروح فين؟ اخويا كبير. مش اخويا هروح اقول له ان انا هتجوز بنتك المقتوله عشان اخد رايه؟ ها خدني معايا. هاخدك معايا يا حبيبي. نريح، اروح اشوف عايز ايه واجي افسحك. ولا 10 جنيه. ايه 10 جنيه؟ 10 جنيه وربنا. هات. ايه هات 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 نجيب هات. طب والنبي سيبني والنبي. هات اخويا بره. بس بقى يا ساتر. حشمت يا حاج. خلاص يا حاج ادخل يا حاج. لسه بردان يا حبيبي؟ هموت. طلعتنا السطوح ليه يا عم؟ ما كنا قعدنا في الشقه تحت واتكلمنا يا سعيد. ما ينفعش، لازم الخلفيه الاهرامات دي تبقى في ضهرك. وايه علاقه الاهرامات باللي هتقوله لي؟ انت هتقلبني موميا ولا ايه؟ اسمعني كويس. ايه؟ ركز في كل كلمه اقولها لك. ايه؟ انا مش اخوك. ايه؟ اه والله هي دي الحقيقه للاسف. يعني انا دلوقتي سؤال، معلش بره الموضوع. اسال براحتك يا حبيب اخوك. انا لو قمت دلوقتي قفشت في زمرت رقبتك وطلعت القديم والجديد، مش هبقى بضرب اخويا الكبير؟ لا طبعا، خد راحتك. اه سعيد. ولا حشمت اقعد. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مقدر الصدمه اللي انت فيها. انا احكي لك الحكايه من الاول. صل على النبي. على الصلاه والسلام. بقى الحكايه بقى ان ابويا الحاج سعد الاحمر خدك من شيخ جامع. شيخ الجامع ده لقاك في صحراء منمي جنب سحليه. ابويا بقى انت صعبت عليه قوي، لحمه حمرا، خدك ورباك وكتبك باسمه كمان، وخد عهد على نفسه ان هو يربيك لغايه ما تكبر. بس نقول ايه؟ ربنا افتكره، الله يرحمك يابا.
قمت انا مسكت الرايه من بعدين، خدتك وربيتك وكبرتك ونظفتك لما بقيت عامل زي الباغي، وصرفت عليك بما يرضي الله 128,000 جنيه مكتوبينهم. ممكن اسالك سؤال يا سعيد؟ اسال يا حبيبي براحتك. هو انا اسمي حشمت؟ لا، اللهم لك الحمد والشكر وربنا وربنا، انا كنت واثق ان انا مش حشمت. حشمت ازاي؟ ازاي انا خالد عادل ثروت سراج؟ قول لي بقى اسم الحقيقي ايه؟ عنتر. نعم عنتر ابن سلومه. والمفاجاه الكبيره ايه بقى؟ اللي انت حفيد البطل همام عنتر ابن شداد. عرفت بقى انا جبتك الاهرامات ليه؟ وايه علاقه الاهرامات بعنتر ابن شداد؟ جري خوف وخفرع وعنطر. ناس اكابر ما يطلعش من بقهم العيبه. بقول لك يا سعده، انت شكلك ضرب ربع 84 جاي تفوش عليا. يا عم اشتري مني للاخر. الشيخ بقى لما لقاك مرمي في الصحراء جنب السحليه شك ان انا ابن السحليه. يا اخي لا شك، بس ان العزو بالله اللي انت ميت. قاعد يقلب فيك يمين في شمال تحت فوق لغايه ما ربنا قدره ولقى دي، لقاها مبرومه ومحطوطه. محطوطه فين يا سعيد؟ متكبر تحت باطك. ما تفهمنيش غلط، تحت باطك. بص بنفسك اهي. ايه ده؟ ده الموضوع بانه جد يا سعيد. وجد الجد كمان. وان الاوان اللي انت ترد الجليل. طلع بقى سعيد الاحمر اللي جواك بقى. طلباتك يا سعيد كل خير ليا وخير ليك. سبوبة حلو ولقمة حلوة قوي على قد بقنا. بسم الله ما شاء الله. شايف العز حشمة اخويا؟ عز ايه يا عم؟ دي المجاري طافحه والمايه مبهدله الدنيا. شوف الواد الفقري ده شاكوسي. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. اهلا اهلا. انا ريتا المستشاره الاعلاميه لمستر كريم السرجاني. مستر كريم هو بي سو هابي لما يعرف ان انت وصلت. سعيد سعد الاحمر الحنان والحنيه. الجميل حد متكلم عليه. مش وقته يا حنين. مش وقته احنا يا اصبر يالا، ده الصناره غمزت بالشبكه هتجيب قراميط. قراميط. سلام عليكم كريم بالسرجاني. تشرفنا على العين والراس يا باشا. انا معروف عني ان انا راجل بحب المزادات، الانتيكس، الحاجات اللي ليها قيمه. واللي ليها ايه سعادتك؟ الحاجات اللي ليها قيمه. الكيمة. ليها قيمه. قيمه كده. اي حاجه تمنها غالي. عشان كده انا مبهور بيك. مبهور يا عنتور مبهور. ربنا يخليك سعاده الباشا. وانا والله مبهور، بس انا بصراحه مش فاهم ايه المطلوب مني. يعني ازاي مش عارف قيمة اني حفيد عنتر ابن شداد يبقى قاعد قدامي هنا وفي مكتبي؟ ازاي؟ عارف ان انا قاعدة ليها قيمة. في ايه يا عم؟ انا ان كان عليا اعلاك جنب الواحد بيكاسو، احطك جنب تمثال سيدي رعا، احنطك زي طار وقواك الانجولي. عشان انت كنز يا عنتر. كنز يا ابني. الله يخليك يا باشا. يا سعيد بقول لك نخلع طيارة ميارة، الراجل ده مريض بيقول لك يحنطك. بس يلا يا باشا مقضيه ان شاء الله. المهم يبقى في اي مصلحه وانا هعلقهولك هنا في المحل عندكم ست ايام، واليوم السابع يقضي لي حسابات. انا انت طول عمر يا برنس. استنى انت بس قول لي يا عنتر. اتفضل يا فندم. هما يعني اهلك ما سابولكش اي حاجه من ريحه المرحوم؟ حاجه كده يعني ريحه المرحوم جدك عنتر ابن شداد حرتها في المهرجان. وانا وعدك انا هدخلك التكريم وممكن يكون لك نصيب في النص مليون دولار بتوع التبرع. نص مليون ايه يا باشا؟ دولار. بقول لك دولار. سمعت؟ ما انا بيغمى عليا يا سعيد. اعمل ايه؟ طب يا باشا انا تحت امرك وجهني. اعمل ايه؟ اي حاجه اي حاجه يا عنتر. اي حاجه عرضها وبس. بليز 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 بقى. يا بقول لك بليز. هو قال كده؟ ماشي يا باشا. بص يا باشا انا تحت امرك يعني، بس انا عندي مشكله عايز حضرتك تستوعبني. يعني انا ما اعرفش اهلي، ما شفتهمش قبل كده. هجيب حاجه من ريحه جدي ازاي؟ لا سيب بقى بروبلم. هات الحمد لله. قال لك سيب بروبلم. قال كده بس. تمام ريتا، انا عايزك تقلبي السوشيال ميديا وتخلي اهله يتعرفوا عليه ويتواصلوا بيه. اضحك حبيبي. لا ما تضحكش. حاضر. ها عايز تقول لعيلتك ايه يا حبيبي؟ انا عايز اقول لعيلتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا مفتقدكم جدا، مفتقد لجذوري ولتاريخي ونسلي ونسبي وأهلي. أيوة. مفتقد للجبال، مفتقد الصحراء، وحشني الجو البدوي الأصيل الجميل، وحشني الجمل، وحشني فتى اللي هي اللحمة الهبر اللي في الرز دي، وحشني الجو العظيم ده،
انا بسمع اغاني عاصي بيه الحلاني اللي هي البدوي، اقسم بالله بعيط من التاثر وحاسس ان انا جوايا حاجه بدوي، بس انا مش كنتش فاهمها وربنا ظهرها. انا عايز اللي يشوف الفيديو ده يتواصل معايا. انا عنواني 10 شارع عزقلاني في نزله السمام في الهرم، عايش مع راجل حقير، راجل ظالم قاهرني قاهرني في حياتي لدرجه ان هو عشان اسمه سعيد الاحمر ملبسني احمر اكني رايح الاعدام. انا كنت عايز البس اخضر رمز السلام. ابنكم المفقود منكم عنتر ابن شداد. السلام عليكم ورحمه الله. هلا سعيد. اتفضل يا برنس. شايف بذمتك مش فيه روح مشتركه؟ بالملي. بس لعلمك بقى احنا نقع في مأزق. لازم اتمرن اطلع النخل ازاي وانزل من في احنا داخلين على قصه. اعتبر الموضوع ده حصل. اترزع هنا، اترزع صاحبني، اترزع هنا، اترزع. امر امر. ايه ده؟ ايه الصوت ده يا سعيد؟ ابدا ما تشغلش بالك، هتلاقي شويه عيال بيتعاركوا في الشارع. ايه الصوت ده كمان؟ ده صوت حكومة. ايه؟ امسك الخناقة معايا. انت عملت معايا؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. وينه يا خال عنتر عزيمة الرجال؟ اهو عنتر اهو بلحم وشحم وهبته وهبته. والله ولقينا ابننا اللي تاه وفرحتاه. قوم يا عنتر واشتياقاه. تعالى 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 في حضني يا ولد الغاليين. يا حبيبي تعالى. انت معلش يا ما تاخذنيش، انت تطلع مين بقى في قرايبي؟ انا عروة ابن قبيلتك حفيد شيبوب، وجدك ابو العنز بعتني اليك مشتاق لعينيك. يا روحي على المزاج. جدي ابو العنزة ده انا كنت عايش مع جدي هنا في القصور. الله يصلح حالك. هو جدي عايش؟ نعم. أمي عايشة؟ نعم. طب ليه يا خالة؟ نعم. وليه يا عمة؟ نعم. وليه ولاد خالة؟ مثنى. وليه ولاد عمة؟ ثلاثة. صلاة النبي صلاة. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ آه. إيه ده؟ ده هيموت هنا ولا إيه؟ آه. مال؟ حرقة في قلبي. آن الأوان يا عنتر. إيه؟ ترجع لدارك ونسل عنتر في انتظارك، وجدك هالحين منتظر رجوعك لاجل ما تتجوز من بنت عمك وتكمل سلالة القبيلة. سلالة القبيلة؟ نعم يا وحش الوحوش. آه! ويا بدر البذور. آه! برد نارك، طفي نارك، والورث هيرد اعتبارك. سمعت قال ايه؟ والورث هيرد اعتبارك. سمعت قال ايه؟ والورث. لو النبي سيبني الطلعة دي. تعال 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 يا حبيبي يا حبيبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح معاهم طبعا ناخد الورث. ها وتدفع لي كل المصاريف اللي انا صرفتها عليه. هدي كل حاجه، طفوله، بامبرز، البقسميط، كل حاجه على شرط تطهم لحد ما امسك ورثي زي ما قال عروه كده. انت اللي هتصرف وعلى مزاجي. كلام ايه ده؟ رقبتي رقبتي وريني. دي فلوسك حبيبي. خير ربنا كتير. وريني وريني. عروه انت ليك واجبك، واحنا ولاد صحرا ونفهم في الاصول. صح. كان المفروض اول ما تدخل علينا نتبحلك جمل تحت رجلك. صح. جملك هو يا معلم واجبك. جمل ايه؟ جمله. الله اكبر الله اكبر. جمل ايه؟ جمله. جمله جمله الشاش. جمله يا ولا العرب. وعدك ضاعت يا عنتر. ايه خلي بالك من معرض فلوس ناس. معنيه حاجه رايح فين؟ ايه اهلك وناسك؟ هيا اركب الهودج يا وحش الوحوش. ايه ده يا سعيد؟ جمل يا حبيبي. امال ايه الهوت دوج ده؟ هوت دوج ايه بس يا عنتر يا حبيبي؟ اسمه الهودج. اه المفروض انا هركب فوق وكده. ها طبعا. هتركب معايا؟ لا طبعا. طول عمرك برنس حبيبي. اقول لك ايه يا عروه، انا هاخدها كده مترجله انا واخويا عشان في موضوع عايزين نتكلم فيه. ورايا يا جمال. تعالوا. سلام عليكم. سامعك سعيد. سلام حشمت. افرح يا ولدي، عرفت سرك. افخر افخر يا ولدي وترسم وتفشخر. موسيقى
ابوس ايدك ركبني الجمل، ابوس ايدك، انا غلطان ان انا اتريقت عليك. ابدا. كان ممكن اسالك سؤال؟ نعم. لسه كتير؟ لسه. لسه؟ لسه. لسه؟ لسه. لسه؟ لسه. لسه؟ لسه. ممكن أسألك سؤال؟ نعم. لسه؟ لسه. لسه كتير؟ هانت يا خي هانت، باقي 12 يوم ونوصل. 12 يوم؟ قلتم؟ قلتم؟ ما في مصيبة، سلالة عطرة طول عمرها رمز للقوة والفحولة، احنا عندنا أصغر صغير يطلع عليه الديب يصرعوا ويفسخوا، وأصغر صبية يطلع عليها السبع ويتبرمغوا. ويلو ويا ويل ويلو اللي عاد حد من قبيل بني عمرو. اثبت يا انت وهو، وتعالى اعمل لي كشف هيا هنا. الله الله، احنا هنثبت ولا ايه؟ لا يا سعيد، نثبت ايه؟ ما سمعتش شعور وقال ايه؟ قال لك عندهم العيال الصغار بيفسخ الضبع والبت عندها فحوله، وقال لك يا ويلو ها النظام. احنا اشراف الارض يا عنتر، لكن دول عصابات. انت قلبت شاليمار ليه فجاه كده؟ ده الزغروف، وما ادراك ما الزغروف. انزل يا ابن من على الجبل وتعالى هنا. حضرتك بتكلمني انا؟ ايوه. مبدئيا انا مش راكب جمل، يعني انا واضح قدام الجميع واقف قدام سعادتك. انا شايفك راكب جمل. اوكي، طالما سعادتك شايف كده تحت امرك، اديني وقتي بقى انزل من على الجمل براحتي. نخ 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 يا جبل. عامل ايه؟ وانت واقف الجمل. حاسب حاسب، انت عارف انت بتكلم مين؟ يا سعيد هنموت هنا. سيبني سيبني، انا سعيد الاحمر. عنتر جه عنتر جه، خلي هنالك يا عنتر. جيت ابعد بقى ابعد. السلام عليكم. الناس دي بتبص لنا ليه يا عم؟ الجو اللي احنا جينا فيه ده سعيد، انت ما بتنطلش ليه؟ الزغروف قطع لسانك؟ هربت حتتين الذهب يا ابن الجنيه. يا ابن افرد ظهرك. حاضر حاضر. مين الراجل اللي لابس ابيض في ابيض ده؟ معرفش. ايش هذا يا رجال؟ وين حفيدي عنتر؟ انا حفيدك يا جدي، حفيدك اللي تهان وتمرمط. يا جدي احنا سطحنا قدام الزغروف الكبير ورجالتك كانت واقفه. حصل ده والله يا شيخ حارب. الحين انت عارف انا نوع عينت المحفظه في اللباس كانت اتسرقت والمقطع ده كان واقف. هذا عنتر؟ عنتره. السكره؟ السكره. ابو علامه في فخده من ورا؟ يفخدوا من وراه. اذن ان العلامه كي نتيقن من شخصك يا عنتر. لا جدي، تتيقن ايه وعلامه ايه يا سعيد؟ دي فخدي من ورا. طب في ايه يا جدع؟ ما تظهر العلامه يا عم، احنا مملطين. هي يا جدع العلامه؟ طب بقول لك ايه يا جدي، معلش تعالى جوه بيني وبينك عشان البشر دي. افخر بعلامتك يا عنتر. افخر يا جدي. العلامه افخر. يلا نفخر. واحد اثنين ثلاثة. الله أكبر الله أكبر. إيه رأيك يا جدي؟ صدقت؟ أنا في حضني يا ولدي. أقدر أموت الحين وأنا مستريح. تموت إيه يا جدي؟ اقعد معايا تلت ساعة. طيب ده أنا اتسحلت عبل ما جيت لك. حصل حصل.
والله يا ولدي كان ينقصنا البطل. البطل الحين عندنا. بقولك يا جدي، انتوا شكلكم متعشمين فيها زياده عن اللزوم، خلي بالك. لا تقول هذا يا ولدي، انت من اصل شجاع، والقوه ما هي في الجسم، القوه قوه العقل. اللهم صل على النبي، الراجل ده بيقول كلام حكم. كلامك خايش في دماغي قوي يا جد. مين هذا؟ قول له انا مين. ده العبد بتاعي. ايه انا؟ ايوه عبد. ولدي فزعه كبدي. مين دي يا جدي؟ هذه امك يا عنتبه. امي عايشه. الله اكبر. ولدي. امي ماتت يا جدي. لا ما ماتت، هذه قلبها ضعيف، سقطت من الصدمه. شيلوها عالدار. شيلوها شيلوها على مهلكم والنبي. سامي يا بنت على مهلكم. مبروك يا عنتاره. شغلي صح؟ قوي قوي. شيلوها على مهلكم. الله على مهلكم. مبروك يا عنتاره. على مهلكم. اللهم لك الحمد. قيموا الافراح والليالي الملاح. الملاح. قيموا الرقص والهكس والافراح. الهكس والهكس والافراح. لا لا لا، بقول لك يا جدي اجل كل ده. انا عايزكم تعلنوا البط والوز والقلقاح. عارف القلقاح؟ وعندنا قلقاس، بس اكيد هنا قلقاح وميه كتير. ميه. انا والراجل ده لساننا بقى زي لسان السحليه، نشف. نستحمى نستحمى. حلو ده. ونور رايح شويه، واللي انتوا عايزينه احنا خدنا منكم. البيت بيتك يا عنتر وليف الاستاذ. بسم الله ما شاء الله. الوسع حلو يا جدعان. الا حلو. حلو قوي. الحمد لله. هذه دارك يا عنترة. داري؟ بيقول لك داري؟ دي منها لعبة يا سعدة. طول عمري أقول اللي أنت وش السعد، وش الخير، وش الهنا. وأنا داري فين بقى؟ بابا جده. بابا جده؟ أنت هناك مع الخدم. خدم مين يا عم الحاج ده؟ أنا سعيد الأحمر. إن قال لي في اسمي كفاية اسمي. ما تقول له عم حشمة. أقول له سعيد بس اهدى شوية، ده جدي. أنا هقول لك يا جدي، سعيد الأحمر ما بيعيش غير في الحمام، ياكل في الحمام، يشرب، بيعشق. أنت بتقول إيه أنا؟ هو كده. والله كلامك ما يرجع يا عنترة. سعيد ضيفنا وإكرام الضيف واجب. عروة خذوه على بيت الراحة. راحة؟ ولا حشمة؟ اسمع يا عنتر، وكلمة زيادة ما عنديش إلا قربان. تعال. خلاص يا عروة، مش عايز دم من أول يوم. خلاص يا جدعان، انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ اه كبير. خلاص يا عم الحاج، حمام حمام. انا تحت امرك عنترة. ايوه كده. يا رب لك الحمد والشكر. نعيم فخفخ يا روحي يا روحي. الله اخس عليك يا حشمه. بس يبقى اخوك كبير يا واطي ينام في الحمامات وانت نايم في المركبه دي لوحدك. طول عمري يا حبيبي عايش في الحمام. حس شويه يا جاحد. مقبوله منك يا عنتر يا سكره. المهم اول ما تقابل جده فتح في موضوع المراس على طول. على الطوال. طوال. وبالمره اساله لو في حاجه من قطر عنتر ابن شداد نديها لكريم نقبض الفلوس. يقبضنا الفلوس. حاضر. كريم ده هيجننك هيجننك. عارف ان انت كلب فلوس يا جدع. هيفهمني. عايزين برضو نعرف مخارج القبيله فين ومداخلها منين، بحيث لو حبينا نقط نقط. نكت يا سعيد، احنا جايين نفجرها. يا سعيد البلد حلو قوي، بص الالوان قوي. تعال سعيد نتمشى كده نشوفها ونتعرف على الناس. تعال اتفضل اتفضل يا كبير. بالمره نشوف واحد بتاع فول وطعميه. فول وطعميه ايه ده؟ اقل حاجه اجيب لك مندي. اذبح لك جمل. نفطر مندي. يلا يلا يلا. يا سلام يا عنترة على الوسع والبراح، مفيش احلى منك. والنفس النظيف. خد جنبي يلا. تعرف يا سعيد ان الورد الاحمر اصله مش احمر؟ واصله ايه؟ اه والله الورد الاحمر ده اللي بيزرعوه، تسمع عن اشعه الشمس الحمراء؟ اه. هو بيتزرع في الوقت ده. خدي جنب كده يا استاذه. انت عارف بقى ان الورد الابيض كمان اصله مش ابيض؟ اه. عارف ولا مش عارف؟ عارف طبعا. ما سالتنيش ليه؟ ليه؟ والله ما انا عارف. ها؟ الاقي عندك صبار. الله 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 على الورد. يا سعيد مد عينك بالذوق الرفيع ده. سعيد. سعيد سعيد راح فين؟ وايه الهدوء ده؟ يا قلبي ترعب ليه كده؟ ايه ده؟
قشطه. ايوه كده، انا قلت هنقضيها جبال. حلو ده، بياخدوا تاه بكل هدومهم. حلو حلو، مثير برضه، مثير. قشطه. يا خسيس، بتنظر للنسوان خلصه مثل الفئران؟ هذه اخلاق الرجال؟ ايش هذا؟ انت عنتر؟ يخرب بيت الشهره، ده انا اتخلقت من الشهره. ايوه انا عنتر، قاهر الجبال وتمساح الصحراء، ازير نساء من الاخر. انت حفيد البطل عنتر بن شداد؟ وانا قلت لك حفيد توم وجيري. ايوه حفيده. وهل يليق بحفيد البطل عنتر بن شداد مثل هذه الافعال؟ بصراحه مع الحلاوه دي يليق. انت ما تدري انه يوم الاثنين والثلاث البيتش للستات؟ بيتش ايه؟ احنا في الجونه، بيتش ايه؟ الحقوا يا بنات، هذا الكلب بيتجسس علينا. فر هالحين، فر بسرعه هيقطعوه. افر منين؟ هنا ولا هنا؟ عشان ما اعرفش البلد. هكا 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 ولا هكا؟ هكا حلاوه هكا. يا عيني، انا عايز اقول لك انا حاسس ان انا مين يا سعيد، بس خايف تقول عليا مغرور. انا حاسس ان انا لورنس العرب. ايه رايك؟ ها؟ لورنس العرب. لورنس العرب؟ ده انت عيل سعيد. انا عنتر. عنتر ايه وزفت ايه؟ ده منظر عنتر يا ابني. انا عايزك تدخل على النت بهيبه بطول بعرض. يعني حكايه الطول والعرض دي في ايدي وانا قصرت يا سعيد؟ طب ما تفرد نفسك اهو كمان كده. اخر كفايه احرج بقى. ها؟ ولد لقيتها. قالوا لي قول الشعر، واقسم بالله ما انا جايل. قالوا لي قول النسر، قلت وشرف امي ما انا جايل. خلصي يا هلا، واوعى تفك ميه عليا. استنى، لو عايزيني اقول قولوا لي قول. قول على الطلاب التلاته ما انا جايل. يا ابني كتفي نمل. اعمل ايه؟ لان بصراحه انا عارف ومتاثر. انتوا انتظرتموني واستنتوني كثيرا كثيرا، انتظرتوني كثيرا، وانا لنا الان ان نرتفع. وانا ارتفع. ارتفع لوحدك بقى. الهي ربنا يقل لي بختك. بدلا لنا ان ننكمش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولدي ظبي روحي. امي امي ولدي. لا لا لا، امي لازم تعمل تحاليل يا جدي، الحاله خطر. لا تقلق يا ولدي، غيبوبه كام يوم وتفوق. كام يوم ايه؟ دي تموت. شيله معايا، اروح اوديها واجيلك. تعالى اجلس يا عنترة. على مهلكم. شيوخ القبائل المجاوره جايين يقدموا الهدايا بمناسبه رجوعك. صلي على النبي، صلي على النبي. انا احب الهدايا قوي، انا جاي في اي مصلحه. اجلس يا عنترة. جربة مية سخنة للحفيد اللي دوخنا. أهل الكرم يا شيخ. جربة مية سخنة. استنى استنى. درب أبا عوف. جلباب حمية العيد لعنطر الحفيد. مرسي يا أبا عوف. جلباب حمية عيد إيه يا ابني؟ هو أنت من الطاهر؟ ولا أنا أرجع مصر وقتي. اسمع. أسمع إيه؟ اسمع اللي بقول لك عليه، دي عادات وتقاليد. بقول لك إيه؟ كلمني في المصلحة. جدي. آه. انتوا عايشين في الماضي قوي ليه كده؟ ماضينا هو حاضرنا يا ولدي. انتوا اللي اتغيرتوا والحين بتبكوا على ماضيكوا. يا جدي انت بقيتوا بره الزمن. عشان فتونا يا ولدي. لازم ترجع يا عنترة وتتجوز بنت عمك يا ولدي عشان تستمر السلالة. انت الوحيد اللي باقي من السلالة يا عنتر، وعشان ما ينقطع الوصف وينفرط الناس. لا ما ينفرطش يا جدي. لا انا موافق طبعا واتشرف، اتجوز بنت عمي. بس سؤال معلش يا جدي، يعني بنت عمي دي حلوه كده ومحمله؟ اختيشي يا عنتر، هذه بنت عمك، والحلو حلو الخصال، وده كلام ما فيهوش فصال. طالما دخلت في جو قارئه الفنجان ده وحلو الخصال، اكيد وحشه. وحشه ولا حلوه؟ ده بقول لك اتجوزها اتجوزها. كلموه في مصلحه. هتكلم في الميراث. اتكلم. حاضر. بقول لك يا جدي، انا عندي اقتراح بعد اذنك. يعني ايه رايك نمشي الجواز مع الميراث بارلل مع بعض؟
ايه بريل دي يا ولد؟ يا جاهل، بارلل يعني كل اتجاه عكس التاني. اسكت انت، اسكت. ايوه. نحكي في البعدسك، تاخد ورثك. الحقني الحقني يا اخوي، عليا ناويه تفضحنا. ما هو وجع على جوازها من ابن عمها. حبيبي يا اسد الرجال، حبيبي يا اسد الرجال. افتح يا عليا، افتح يا فاجرة. هقتل نفسي، والله هقتل نفسي. ايش جرالك يا عليا؟ وين راح عقلك؟ عقلي راح يا خال اللي ملك قلبي، اسد الرجال، سندي وعزوتي وقلبي. يغور اسد الرجال جنب نسب عنتر الموصول. انت ما تعرفي ايش راح تسوي البني عبس. انت الارض الخصبه اللي حيزرفوا فيها بذره الشجعان. شوفوا له ارض ثانيه تزرفوا فيها البذره. لا، دم عنتر ما يختلط بدم غريب. يا عيني وينك يا اسد الرجال؟ تيجي تنقذني من هال. يا عريس اللي العطيس. يا عريس يا صغير. بقول لك يا سعيد، جبت لنا الزواده بتاعت الطريق لنموت عطش في الصحراء والجبال والنبي. جبت لك ميه معدنيه وكل العصائر بتحبها. انا ليه بركه غيرك حبيبي؟ بس ليش اس بوكس؟ مش مشكله. يلا يا عريس اللي العطيس. يا عريس اركبوا الجمال يا رجال. يلا عم تعالى. لا استنى سعيد، بقول لك يا جدي، ممكن احنا نمشي على رجلنا نعدي البوابات دي بس عشان دماغنا ما تخبطش، وبعد كده نركب. ليه؟ هنتمرمط. هنتمرمط ايه الجمال علي؟ مش عايزين نتنيل بقى. شدوا الرحال يا رجال. حاضر. بيصير يا ولد. هنعدي بس البوابات. يلا. ارجع. مبروك يا عريس. حبيبي. ارجع. حبيبي. ارجع. انا اول مره اسافر معاك يا جدي، ان شاء الله تبقى سفريه حلوه. اجيب لك كوبايه عصير مانجا. لا خلي دي للسفريه والميه والحاجات. الله، عبال ما تفرح باولاد يا جدي. ان شاء الله. ارجع. وبالمراس ان شاء الله. ان شاء الله. وحشتنا. يا مرحبا. يا مرحبا. اشتقنا لكم يا احباب. يا احباب. اتفضلوا يا اشرف الناس. ايه ده، احنا وصلنا؟ وصلنا فين؟ انا جايب حاجات دي بدم قلبي. استنى بس اما تشوف. ايه دي بني ورده فعلا. احنا وصلنا عروه. نعم والله رحلة ظريفة. خلاص بقى سعيد، هنعمل ايه؟ بقول لك اتخرب بيتي ودفعت فلوس كتير عشان الحاجات دي. ده انا ما عرقتش. والنبي فك عشان خاطر اخوك بقى. فك بقى يا عريس يا صغير. يا عريس اللي لا هتغير. يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس اللي لا هتطيس. يا عريس. اتفضل يا جد. جاب فضلك يا ولدي. شرفتونا يا اغلى الناس. تشربوا ليمون أم أناناس؟ لا ليمون ولا أناناس، نحنا نقدم الضرر والماس لبنت أختك وبنت عمنا عالية بنت عباس. وأنا وافقت خلاص، أقوم أكلم أم العروسة. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب إنك أمديت في عمري لأجل ما نوصل اللي انقطع. إن شاء الله يا جدي، يعني اللي انقطع بيتوصل هو الحمد لله. هتديني ورثي إمتى بقى؟ لا تقلق يا ولدي، ورثك في الحفظ والصون. اللهم صل على النبي. أيوة كده يا جد. طب بقول لك يا جد، مفيش أي حاجة كده من ريحة المرحوم عنترة بن شداد تقب عضية والله. عايزين يقتلوا الافراح ويصحوا الجيران. ولاد مين؟ مش وقت الف ليله وليله وفوازير. احنا نعمل اهرام قدام البيت ده. اجري جنب السرداب الجنوب. وانا شعرفني فين السرداب؟ هناك جنب الدير الغربي. والحاجات اللي انا جايبها دي دفعه جنب قلبي. احنا بنموت يا كافر. والله انا بنموت. احنا بس بنحيي العريس. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبي. مال ومركزك اتنين وتلات عليك خمس. انا فرحان قوي بالخواتم يا سعيد. هم حلوين. بقول لك ايه يا عوره؟ عروه. معلش بقول لك ايه، قول لي بقى مين لعور وايه حكايته؟ لعور هذا من قبيله بني مره، دول في بيننا وبينهم طار وبيتمنوا لنا النار. انت ما تدري شيء يا عنتر، ابوك الله يرحمه كان في بينه وبينهم صوالات وجوالات واشتغالات. ايه يا عم، في انت بتعلى فجأة ليه كده؟ انت بتكلم القبيلة، ما احنا قاعدين قدامك. ايه ده؟ بقول لك ايه،
وحياة ابوك احكي لي عن ابويا شويه، اي حاجه كان بيعمل ايه احكي لي، مات ازاي؟ اه على فكره ده ابويا انا، ها الواد ده زياط. ابوك الله يرحمه مات وهو جالس على حصان مرفوع الراس. يبقى اكيد اكيد قتلوه بسهم. لا مات بدور برد. دور برد؟ وازاي ما حدش يلحقه بانتيبيوتيك؟ اتلفع اتلفع يا ولداه وما لحقناه. خلاص يا عم بقى، ده انا ما زعلتش على ابويا كده. بقول لك ايه يا احمد، ما تيجي نخلع على مصر بدل ما نتلفح لفحه من دول. نخلع نروح فين؟ انا سارف دم قلبي في السفريه دي، مفيش رجوع احنا قاعدين. سيدا هيا عريس عشان نحضرك للعرس. هيا احمر بس يلا. عريس عريس وعرس، هم هيتجوز يا جدع. هيا والنبي فرفش بقى. هيا 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 وهيا هيا هيا علينا هيا هرش في وشه هيا. امك جت ايه؟ ها ياما اقوم اسلم ولا هتعمليها برضو؟ لا خليك يا ولدي خليك برضو. ياما حرام عليك، ده انا ما اتعرفتش عليك لسه. شيلي وقعتك. ايه ده؟ بقول لك يا جدي انا هشيل الانتريه ده امتى؟ انا دماغي صدعت. انا تاج عرسك يا ولدي. مبروك يا عريس مبروك. الله يخليك. اوقع على ايه يا جدي؟ مش بشوف العروس الاول؟ جرى عنطارة وقع. هو انت لاقي وقع والبتاع دي تلزمني؟ حلو قوي. وقع عريس. الله يبارك فيك. يلا مبروك. مبروك يا ادينا وقعني. مبروك يا عريس. مبروك يا عريس. يبارك فيك يا جدي. شكرا عم الشيخ وعلى السلامه. بس لازم اشوف العروسه يا جدعان. اكيد ان شاء الله. اجت 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 اجت. مين ده؟ معرفش. مين ده يالا؟ ده الاسد؟ نعم هذا الكلب منعني من الدخول. عنده حق عنده حق. ليه؟ ليه غلطان غلطان؟ وينه اللي اتزوج حبيبتي؟ انا طلقها. انت طالق؟ ردها. تعيد هردها زي انت داخل عليها بدماغ الراجل. ارد مين؟ ديك ردها. مركونة. مردودة 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 مردودة. يا ياسر ارحل من هنا، مكانك مش هنا. ارحل ايه يا جدي؟ لا الراجل في بيتنا وفي وسطينا، والنبي تقعد كل معانا لقمه وافرح معانا. خليك ابن بلد كده. اشار له استفاد يا سعيد. هو بيني وبين الطار ما يداوي غير النار. يا عريس يا عريس. دي راس بجد؟ ايوه ايوه ايوه. ده كده حرام، لازم ياخدوها يدوها لاهله عشان يدفنوها مع الجثه. طب ليه نرحل يالا؟ نشفنا نرحل ايش نرحل؟ نرجع تاني للافراح والليالي الملاح. يا رب يا ساتر. مبدئيا انا بعتذر اني داخل في ليلة دخلتي بالثلاجة اللي على دماغي دي، بس انا هما اللي لبسوها لي وقالوا مهم عندكم فعادي يعني. فرجينا بقى الطلعة البهية بقى. يا نهار اسوح. انتي؟ ايوه انا. ايوه انا يا بصباص يا متلصص مثل الفئران. فئران ايه وبصباص ايه؟ انسي انسي انسي، ده احنا ليلتنا فل. لا يمكن تلمسني يا من اخذتني من حب عمري. انا مش بقرة انا مش بقرة. انت مكبر الموضوع ليه؟ ايه الاوفر ده؟ اهدي بس اهدي وفرفشي كده. بقول لك ايه، ايه رايك ما تيجي نخش في الكهربا دي سوا ونخرب الدنيا؟ كهربا؟ يعطيك خازوق يجيك محزوق. يا بنت قلة الادب دي،
انت نسيت تكلمي جوزك ولا ايه؟ ايه خازوق ومحزوق دي؟ بقول لك ايه؟ البتاع دي خنقاني اصلا والليله دي كلها خنقاني. خلصي معايا. ها؟ هتيجي نتكهرب مع بعض ولا قفشه؟ قفشه. قفشه؟ طب يا قفشه، خليك قفشه بقى يا اختي. شوفي حته بقى نامي فيها. باي باي. بلا قفشه. بلا قفشه. السرير ده بيكهرب. ولازم يكهرب بالكهرباء الاوفر دي. يا بنتي طوعيني وشاور عقلك، ما تتعبنيش. ارقد يا عنتر. ارقد؟ دي كلمة تتقال عريس في ليلة دخلته. يا نهار اسود ومنيل. طفي الألفين لمبة اللي عندك دي وتعالي نقعد في اللومة دي اللي هنا. يا بنت قفشة؟ قفشة. وأنا قفش. يلا. يا بنت مبروك. الصباحية مباركة يا عنتر. أمك كانت جاية معاي ومن فرحتها فقدت الوعي. ما هو ده قدر يا جدي، أبويا يموت بلفحة برد على الحصان وأمي تعيش حياتها مغمى عليها. إيش الأخبار؟ بالنسبة لإيه حضرتك؟ انتفخت. إيه دي اللي انتفخت؟ بطن بنت عمك يا ولدي. يا جدي ده أنا بقالي 12 ساعة، 12 ساعة، ده أنا لو بنفخ بلالين مش هتستعجلوني كده. عموما يا ولدي حبلت مرتك خدت ورثك. لا ده عنترة سمع الكلام مفيش زيه. تربيتي. اه والله تربيتي. مالكش بركه غير جدك اسمع كلام بابا جده. أه. على فين يا جدي؟ اقابل القوم جايين يباركوا. الله يبارك فيك، الراجل بيقطمني. حصل؟ وايه؟ رفعت راسنا؟ انا ما عملتش حاجه سعيد. رخصة عليك وعلى رباك يا وسخ يا واطي. يا سعيد وطي صوتك ما تجرسني يا خايب. النبي والنبي يا سعيد امسك دول. ايه دول؟ ده اربعه دول تاخدهم على غير الريق. لا يجي لي اوفر دوز، ما انا شموت نفسي عشان هي تحبل. يا حمار يا عبيد، هيخلوك راجل من الرجاله المحدود. طرب دول طرب دول. ايه هل بس انت تفعل شيء يا عنتر؟ اهو جه الميكروفون بتاع القبيله. ممكن تهدى؟ والله ما فعلت شيء، انت بج يا ابن. افهم وقت صوتك بس وافهم. بتحصل كتير والله العظيم، بتحصل كتير. ممكن يكون اتخض. انت هتجرسهم ولا ايه؟ العيال بتتلم، ممكن كل واحد يشوف مصلحته. احكي لي يا عنتر، احنا ابناء قبيله واحده، يمكن اقدر اساعدك. بس تحلف يا عورو ان انت مش هتقول لحد؟ عيب، كلمتي سيف على رقبتي. يا ناس اخبرنا مصره، حفيد الشوم طلع عره. يا ناس اخبرنا مصره، حفيد الشوم طلع عره. اطول الحبه الحمراء ليرضيها ويرضينا. يا ناس اخبرنا مصره. يا كلب يا عروه، يا كلب يا عروه. اتقفل انت كمان، فضحتونا. بسطتي؟ مبسوطة قوي ها؟ بعد ما فضحتيني بالربابة وخليتيني في نظر الناس شاهيناز، خلصينا بقى. أنا مش بجرة، قلت لك أنا مش بجرة. يا دي موضوع البجرة يا بنتي، الله يهديكي، أنا راجل وليا سمعتي. بصي بصي حاجة بسيطة حبيبتي، شيلي البتاع اللي على دماغك ديت، ويعني فرفشي شعرك كده عشان ننبسط، وشيلي الحلقان ديت عشان لو حصل نصيب ممكن أنا أتعور. يلا يا بابا يلا. وليش أجلحها؟ أنا مش بجرة. انا فهمت مشكلتك. انت مشكلتك ان انت فاهمه ان البقر بس هو اللي بيقلع. لا دي البقره بتقلع والجاموسه بتقلع والمعزه بتقلع. فيق على روحك، اشتيجي انت يا عنتر في نبل وشجاعه واخلاص اسد الرجال. لا فيق انت على روحك يا ماما، فيق انت واصحي لي بقى كده ها، وقولي لي ايه الميزه في كلب الرجال اللي انت متيمه بيه ده. اسد الرجال اي شيء اطلبه منه يعمله. تدري ليش؟ ليش؟ لانه فتى الفتيان شجاع ومغوار وعاشق والهام. اسد الرجال يلف الاسد على صباعه، والحيه يربطها في دراعه، ويشيل النخل بكل انواعه. تقدر انت يا عنتر تشيل النخل؟ نخل؟ انا بعون الله كنت بطلع للدور ال11 وانا شايل ثلاجه 20 قدم، تقولي لي نخل؟ ما علينا. بقولك ايه، انا في حاجه محتاجه بقى بصراحه، بس مش عارف تعرفوها هنا ولا لا. عندك لابتوب؟ عندي اتنين منه جوه، ده غير الايباد. بدك واي فاي؟ بصي بقى، عايزك تتفرجي على البطولات، البطولات اللي بجد ها، مش اسد الرجال.
يا سلام. ايوه بصي برفع ايه انا؟ برفع ايه؟ لسه سألاني انت برفع ايه؟ النخلة اهي اهي. ومش بعدين برفع النخلة عشان اكل منها بلح، لا بتعارك بيها. بص اللي بيقع قدامي. عنتر ايه؟ كفايه. كفايه ايه؟ اقعد ساكت. اقعد ساكت ليه؟ اقعد ساكت. كفايه كذب. انت اللي كذابه. انا لا يمكن صورتي ولا مش صورتي. هذا فيلم عنتر ابن شداد، تأليف بيرم التونسي، اخراج نيازي مصطفى، بطولة الفنان العظيم فريد شوقي. تاريخ عرضه كان يوم 4 ديسمبر 1961، وتصنيف الفيلم رومانسي. تصنيف الفيلم رومانسي؟ يا نهار اسود. اقسم بالله الاستاذة نادية الجندي ما عندها المعلومات اللي انت بتقوليها دي. انا قررت اتحدى التافه اللي اسمه تافه الرجال بتاع عجلة. اتنين فوق اتنين تحت. ارطو غضغاضو ارطو مربع دايره مربع شمال يمين غضغاضو اكس دايره مربع مربع دايره دايره ارطو ارطو شجاعة في القتال لجل ما يقرب منها، وتعلم يقول الشعر لجل ما يكسب قلبها. أبكي على البنبرة، أبكي على البنبرة، وأبكي على التينة، وأبكي على من ذبح قلبي بسكينة. وأمشي على البنبرة، أمشي على البنبرة، وأمشي على التينة، وامشي مع من ذبح قلبي بسكينه، واركب على البنبره. ايه الله يخليك، بكفي اقعد ساجد. انا بدي استمتع بالغروب والهدوء. اوكي، ما يعني الغروب الرومانسيه لا تنفصل، يعني انت خليكي في اللحظه ديت وانا في ظهرك بالشعر. صدقيني اكملك بس موضوع البنبره. سافرت على البنبره، وسافرت على التينه، وسافرت مع من ذبح قلبي. والله بدأت أغير فكرتي عنك يا عنتر. بجد؟ يعني ممكن أتجرأ دلوقتي وأكمل لك قصيدة البنبرة كلها؟ لا بلاش. كوبلي واحد. الله يخليك. لا خلاص خلاص مش هكذب عليك. الشعر لازم المتلقي يكون عايز. القلب مشلوب دم. يا علي يا محبوبة. على قلبي ذات الهم. ودمعتي مكتوبة. أنت يا عم عاصي يا حلاني. اتكل على الله. اتكل على الله، الصحراء مليانه ديابه. غيابك طعن القلب وزوجوكي حته كلب. ايه الكلب؟ صح. استنى يا واي، هو شوف يقصد مين بكلب دي؟ تقصد مين يا قلب بكلب دي؟ بقصدك انت يا عنتر. الله 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 الله، والله كبرت يا اسد وبقى ليك صوت. طبعا ما معك سيف يا حفيد عنتر ابن شداد. اه ما معيش سيف، هجيب السيف اعمل بيه ايه؟ انا قاعد قعده انس مع الانس كله. بنتي تبرزني. اوكي يا برزك، بس انا شايف لا وقت ولا اوانه. خد. ايه ده يا حبيبي؟ مديني السيف الصغير ليه؟ ما تبدله تجيب الكبير ولا خايف؟ بدل يا حبيبي، بدل. اه تقيل قوي ده، انا ايدي اتجزعت. يلا 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 يا نهار اسود، خلي بالك خلي بالك من وشك. يلا اخلص، هنبارز امتى؟ الدنيا بتفرد. ايه ده؟ ده انا ملحقتش اعمل حاجه، السيف طار. بقول لك ايه؟ ممكن اكمل بدي عادي؟ حلو قوي. بوظت دراع البلاي ستيشن يا خاين، والله بسيفي هرد الضربه على الارض. لا كله الا القتل يا اسد. بتدافع عنه يا عليا؟ والله ما يسوى الحب لو ينقتل ولد عمي. ولد عمك يا خاينه. اخلص يا وغد، لا تغلط في اسيادك. سيادي؟ دول أسيادي؟ كلاب الصحراء؟ قطاع الطرق؟ الرمم؟ العرر؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ ده كتير قوي. إحنا رمم وعرر، يبقى أنتوا كمان، ما أنتوا أهلي. ده زودها والله بهاي. الله يزودها. اسمع اللي بقولك عليه. اسمع. زودها مع القبيلة. سيبها تقول كلامك مع مجلس القبيلة. كيف يا نطع أنت تعتدي على حفيد أنت ابن شداد؟
وغلاوتك انت يا جدي اللي نجدوا من ايدي ان الدنيا كانت ضلمه كحل، لكن لولا كده انا كنت فرتكت وراكوا. ايش تكون انت حشره جنب اسد الرجال؟ حكمنا عليك بالخيانه وسحب لقب اسد الرجال. وايش بتسميني يا خال؟ سامح. سامح؟ اه سامح. وزعلان ليه؟ اللي قدامك كان حشمك. ايوه. اخرج من داري يا سامح. اخرج بره يا سامح. حر. 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 لازم. الله ورجعي في الطريق. خدوا حذركم يا رجال. هنعمل ايه طب يا جدي؟ ايه اللي هنعمل ايه يا عنتاره؟ هنستضم له طبعا. نعور على نفسه ولا ايه يا رجاله؟ صح صح. يلا بينا. يلا. نعور ايه؟ يا عم يا عم اهدأ وما تخافوا، ما جينا نحاربكم اليوم، جينا نشوف النصاب اللي بتقولوا عليه حفيد عنتره. الله الله الله. وليه الغلط طب يا عم التعبان؟ اتمنى تكون عيني اخطأت رؤياك. هذا الصغير حفيد عنترة؟ أنا عايز أقولك على حاجة بقى، الناس دي بتجاملك وإنت دمك تقيل والتاتو مش حلو. إيه يا عم جو فنون الشعبية اللي إنت داخل عليا بيه ده؟ إنت قارش ملحقت ليه يا عم لعور لا مؤاخذة؟ قالوا زمان لو ضاع سيف عنترة ضاعوا أهله وعشيرته. وينه سيف عنترة يا رجال؟ ولو إنه مالكش فيه والمفروض ما تتدخلش، بس أنا هسألك فين السيف يا جدي؟ سيف عنترة باقي ونسل عنترة لا يموت. سيبك منه يا عنترة، هو من زمان طمعان في السيف، ولو انطبقت السماء على الأرض ما حينوله. خلص الكلام بيننا، وبدون السيف لا في سلام ولا راحة بال ليكم. سلام يا حفيد عنترة. الواد ده استفزني قوي يا جدي قوي، لولا وجودك انا كنت خرمت سرته. ايه ده يا عطر؟ مش قادر يا عطر. ايه ده؟ شوف سعيد فين. ايه ده يا عطر؟ سعيد يا عطر. ايه ده؟ خلاص يا زفت اهديت. ايه ده يا عطر؟ اهديت. اهدى انت يا ولدي. وكيف سنحاربهم يا ابا العنزه ونحن لا نمتلك مصاري من اجل ان نشتري السلاح؟ ولا الكلام ده ما يطمنش يا ابن والدي. شوف الموضوع ده ايه. شوف جدي، هو انا يعني ان شاء الله ورثي عباره عن فلوس؟ انت ورثت النبل والهمه يا ولد. صلاه النبي احسن. النبل والهمه يا سعيد. يعني الفلوس اللي انا قاعدها دي كلها هاخد بيها في الاخر شويه نبل. والله لو كان معنا سيف عنترة ما حصل لنا اللي حصل. ولو لقينا السيف كيف نحميه ونحن على هذا الحال؟ يا عم اهدى بقى، بلا سيف بلا حرب بلا بتاع. سؤال محدد يا جدي، في ورث ولا مفيش؟ في. طب ما تدهوني وخلعني انا بقى. خلعك؟ ومين يوصل اللي انقطع؟ ومين يبحث عن سيف عنترة؟ والنبي يا جدي اديني ورثي علشان اروح اشوف مستقبلي. مستقبلك بدون اصلك وسيفك دمار وخراب يا ولدي. ومستقبلي من غير فلوس اسود واسود، والناس هتهزقني في الشارع بالجزم. أنا ماني مصدق إنك حفيد عنتر ابن شداد. هاتوله ورثه واتركوه يرحل. لو ده اهي الورث جاي. طبعا أنت عارف إن أنا كاتب كل مليم صرفته عليه. بالمليم. خلاص يا عم ما تنقش فيها بقى. بالمليم. ماشي يا أخوي. هذا ورثك. إيه ده؟ افتح كده وريني. افتح. استهدى بالله. زمرة؟ اوعى يكون في تعبان جوه، انا مش ناقص استظراف. دور يا ابني جوه شوف الالمازات. الله الله الله، زمزميه ميه ما شاء الله ما شاء الله، وتباشيره. يا صلاه النبي احسن. هو ده ورثي يا جدي؟ بقول لك ايه، اقسم بالله اعلى لك ملط في وسط الجبال دي كلها، انت ما تعرفش احنا دافعين قد ايه. والبعيد يعني دافع من جيب ابوه؟ ما انا اللي دافع. ايش حصل؟ هذا ورثه، هذه تركة أبوه. إيش نعمل له؟ وكنت مثبتني الأيام دي كلها ما اديتهونيش ليه؟ كنت خايف يعني أخلاقي تفسد. أمال أنا أقول إيه؟ فلوسي فين؟ خد يا حبيبي تباشير أهي، ابقى أعمل بيها خط وأنت بتشوط ضربة حرة. أمسك أمسك أمسك. بقول لك إيه يا هلا؟ شكلها خربت. ماين معاهم، ما نشوف موضوع السيف ده إيه؟ ماين معاهم. ماشي يا جدي ماشي.
ما حصلش حاجة، أنا هماين معاك لحد ما يجي السيف ونشوف آخرتها إن شاء الله. اغرب عن وجهي يا حفيد الخزي والعار، لا أريد أن أراك. طلقة يا عنتر. إيه الحكاية بقى؟ طلع جوز وأنا عايل في الجوازة دي ولا إيه؟ طلقة. أنت طالق. بشيرة، ياه لو كنت صبرت حبة كنت هتورس محبة. اخي عليك يا عنتر، طلعت نص لبة، يا خسارة نص لبة. اهلا اهلا وسهلا بالرجالة. اهلا بالابطال، اهلا بالرجالة، اتفضلوا. ايه الاخبار بقى؟ والله يا باشا سنة سعيد. من الاخر بقى كريم بيه، الورث اللي ورثته عن ابويا سلوم الله يرحمه عبارة عن زمزمية وتبشيرة ومزمار، لو يلزموك في حاجة، لو لهم قيمة عندك يعني اروح اجيبهم لك، غير كده مش عايز حد يتكلم معايا. الا ليهم قيمة، ليهم قيمة ونص كمان. انا شخصية كسعيد الاحمر يعني اسأل في 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ زمزمية ومزمار. انت جاي تنصب بقى انت وهو هنا ولا ايه؟ ايه ده بس ساعات الباشا، الزبط عندي سيف عنتر من شداد موجود. اه والله موجود، بس البغل ده ساب الموضوع ومشي. مشي؟ مشي ازاي؟ ازاي شفتهم ومشيت ازاي؟ يا سعيد ده بيحمر لي وشك. يا جدع استنى انا فاهمك، سعاده الباشا السيف ده عشان يجي هطير في الرقاب، رقاب كتير قوي. ايوه كده، قول له سعيد على كل حاجه، قول له على الله اعور عامل فيهم ايه. الناس دي يا بيه غلابه قوي، الناس ديت ما حلتهاش غير تاريخها، عمالين يعيدوا ويتفشخروا بيه ليل ونهار. ادخل انا بقى بينه وبين بعض في المشاكل دي؟ انا مال انا؟ هو ده بقى يا ريتا حفيد عنتر ابن شداد اللي عايزين يكرمه ده؟ انا ما كنتش عارفه انه خواف قوي كده، حد يخافه مع سعيد الاحمر؟ تحرمش منك، مش قلت لك الشبكه هتجيب قدميتي على بالاخر؟ يعني الناس دي عايزين ايه يعني بالاخر؟ ايه المطلوب؟ ها عايزين سلاح. سلاح ايه يا سعاده الباشا؟ عشان نجيب لك السيف. سلاح؟ وانت جيت في جمل؟ انا هديكوا سلاح. الله اكبر الله اكبر، والله عملها عنتر يا جدي، انا ما مصدق عيني. كنا ندور على سيفنا ولا حدا يستجري وقفنا. الله اكبر. والله يا جدي ما تعرف انا عملت ايه عشان اجيب السلاح ده، صح سعيد؟ الا صحيح، ده عنتر خاض مخاطر واهوال تشيب لها الولدان. الولدان ولا يا سعيد يا اخويا كبير، انا استحال ارجع القبيله غير وانا رافع راسي لفوق، حتى لو مت. يعني فكت نفسك يا عنتر؟ وندمت كمان يا جدي. ان شاء الله يا جدي سيف عنتر ابن شداد هيرجع واحفاده هتتباهى بيه قدام بني مره الاوغاد. هيتباهوا وتفشخروا كمان يا جد. ومدام رجعت لصوابك يا ولدي روح رد مرتك. بجد يا جدي؟ روح يا ولدي. ضغطك ضغطك. ولدي انا مش فاضي يا امي، العروسه مستنياني، لو هتكملي لا باينه في عينك، انا شايفها. انا ولدي باي 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 باي. عنتر جاي علينا، يلا انجلحي انجلحي يلا. الله وحشتيني. اقعد واقف اتأدب يا عنتر. ايه اقعد واقف واتأدب؟ وانا خطيبك؟ انا جوزك يا بنتي. كنت زوجي. كنت؟ حدش قالك اني ردتك؟ ردتني ليش يا عنتر؟ مش انت تركتنا وخلعت؟ اموت في خلعت، انا في الجو البدوي ده خلعت. بس رجعت وانت عارفة، وما رجعتش لوحدي، رجعت بالسلاح اللي ان شاء الله هيرجع لكم عزكم وكرامتكم في وسط القبائل كلها. بالحق يا عنتر؟ بالحق يا عبلة، سوري يا عالية، أنا ما بتكلمش غير إلا بالحق. وبعدين إحنا في مشروع بيننا، مشروع قومي عاشق ومعشوق، خلصينا بقى عشان السلالة اللي زهقتنا دي. أنا فكرت في هذا الموضوع يا عنتر ووجدت الحل. أنا أقلع مالتي هنا دلوقتي. لا 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 لا. ما إيه؟ أنا سمعت عن أطفال الأنبوبة. تسمع عن أطفال الأنبوبة يا عنتر؟ أسمع عن أطفال الأنبوبة، أسمع يا أختي. وإن شاء الله الواد اللي هيجي هيبقى انتمائه لأبوه ولا للأنبوبة. ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انت ليه لازعانه في قرص الشمس؟ ما تيجي نقعد عندكم 4000 تكعيبه هنا. والله انا هموت من العطش يا عنتر. هتموتي من ايه؟ من العطش. عطش؟ عينيا، القله دي بيقولوا عليها ساقعه. ابوك سلومه كان مخبي السيف
وعامل خريطة، وقبل ما يدلني على الخريطة مات البطل، مات الشجاع، مات الفارس على حصانه. ما تأفورش بقى يا جدي، ده كان دور الفلوانزا، ما احنا عرفنا كل حاجة خلاص. المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع الخريطة دي؟ هو ما في غيره عبد الجبار كاتم الأسرار. هارد ديسك القبيلة؟ اي نعم. هارد ديسك القبيلة؟ اي نعم. سعيد ليه؟ اعمل زيهم لو نتلبس. ها يا حلاوه. بس الصخره بتكلب. سعيد يا جماعه دي عنطره، انا معاك. اوكي بقول لك وش يا كاتم الاسرار يا عبد الجبار، اذكر ما تعرفه عن امتحان القراءه ده يا جدي. خلصنا. اذكر ما تعرفه عن الخريطة الدالة على موقع دفن سيف عنتر بن شداد. المزمار. ولا سعيد، ما كنتش المزمار دوت اللي خدناه مع الحاجات الكراكيب دي في الورس؟ ايوه احنا اول ما نزلنا مصر ربطته في الفتلة بتاع السيفون في مكتبك حبيبي. اهو يا جدي المزمار زي الفل اهو، بس بصراحه مش فاهم ايه علاقه المزمار باللي احنا فيه. شكلكم هتجننونا. تشوفوا يا عنتره. ما تشوفوا هنا في الحمام. في الحمام. ماله الحمام ده؟ انا ياما عقدت صفقات في الحمام. مش مهم الوقت يا عنتره، مش مهم يا اخويا حبيبي. يلا عشان معانا ضيوف. اتفضلوا. فاضل انت ايه؟ اتفضل ست عاليه. لا مالكش دعوه بست عاليه. خلي ست عاليه هنا، مالكش دعوه. يا اهلا بالقبيله وشيخ القبيله. اتفضل يا جدي. اتفضل. ان شاء الله نبعت نجيب لقمه من عند الحاتي كده ترم العاضي. نظرنا النبي والله النهارده. ان شاء الله يقعدوا معانا النهارده بقى. طبعا على دماغنا جدي اهو. شوف لنا ايه الحكايه بقى. سمي الله يا بركه الدعاء الوالدين. الله اكبر الله اكبر. خريطه يا سعده. طب افتح افتح وشوف الكنز فين والسيف فين. شوف الدهب فين. استنى بقى، بلاش السرعه بتاعتك دي. استنى. ايه ده؟ ايه ليه السيف؟ ها؟ لقيت ايه؟ مش عارف اقرا حاجه، ده مكتوب بلغه غريبه قوي. بص كده يا جدي. هذه مكتوبه باللغه السنسكريتيه. سنسكريتيه؟ يعني انت تعرف سنسكريتيه؟ حد الله ما اعرف السكسكيه حاجه. بس انا اعمل ايه طيب؟ يعني انزل اشتري قاموس سنسكريتيه عربي ولا ايه النظام؟ يبقى ما في غيره. هارد ديسك القبيله وكاتم اسرارها. انت ليه محسسني يا جدي انه جنبنا في المعادي؟ احنا اتنفخنا مشاوير يا جدعان. والله ما يستاهل. انا زرعتني. احنا نبعته على السكاي بي. السكاي بي؟ ما تبعت له على الواتساب احسن يا ظريف. عندكم كمبيوتر؟ الخريطه دي بتقول ان جدك عنطره دفن السيف في صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء. طب فين الصحراء دي يا عمنا؟ ما بقتش صحراء وتغيرت الأحوال، والعنوان خمسة شارع نوال. نوال مين يا عم؟ هذا الرجل كبر وخرب. استنى يا عم فارو، انت بقى ما تقرفناش يا عمنا. ركز معايا وريت تقفل بقك بس عشان بقرب بصراحة. ركز. نوال اللي هو شارع نوال اللي انت بتقوله ده، ركز بقى انه في محافظة اسمها الجيزة وفي حتة اسمها العجوزة. ده بيهز راسه يا جدي. شارع نوال؟ قشطة. نوال سعدة. عنترة وين اودي هذا الخازوق؟ خازوق؟ ايه الفال اللي زي الزفت ده؟ اسمه قمع قمع قمع. قولي قمع. قمع. وقفي لي بقى كده يا جدعان، المصلحة دي تخلص في ثانية قبل ما أي حد ياخد باله مننا. طبعا. إيدك معانا، أنت مش هتحفر ليه يا عنترة؟ أديك قلت بنفسك عنترة، في عنترة بيحفر. اصحى ياض، المصلحة دي تخلص طيارة ميارة. طياره ايه؟ طياره عنتره حبيبي. ايوه فارس. اصحى معايا كده يا حبيبي. يلا
عمره يا فندم. ايه اللي بيحصل عندك في شارع الوالد يا استاذ؟ ايه اللي بيحصل يا فندم؟ الوزير بقاله ساعة مسبوق في شارع الكل كمان مش عارف يوصل لزهره. اتصرف يا استاذ. حاضر حاضر يا فندم. يا نهار اسود. طب انا هروح اجيب حاجه واجي بسرعه عنطر. حاجه ايه يا سعيد دلوقتي؟ زواده للرجاله. زوادك ايه؟ هو في ايه؟ ما تخلي عندكم دم. ده وقت خروج الموظفين من الشغل. يا سبحان الله، يعني نصلح الشارع تزعله، ما نصلحش تزعله، امرك عجيب قوي. صلح وتعمل ايه؟ انت بتحفر. اركب عربيتك. حاضر. اخلص يا عم انت وهو، اخلص انجز. انتوا بتعملوا بترمي شلتت؟ ايه اللي بتهببوه ده؟ انشف يا ابني. ايه يا ابني انت بتعمله انت وهو ده؟ انتوا معاكم تصريح بالكلام ده؟ يا فندم تصريح يا فندم، حضرتك عارف ان الوطن ملك للجميع. حلو قوي. مين بقى فيكم المسؤول عن الكلام ده؟ لا جدي انا مسؤول يا باشا، محدش ليه دعوه فيهم، انا قدامك اهو. مين بقى حضرتك؟ انا عنتر ابن 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 شداد. حسن انت ايه حكايتك يا حشمت بالظبط؟ مره اتلاف سياره، والمره دي اتلاف منشآت عامه وتعطيل حركه المرور وشلل تام في العاصمه. ايه ارهابي حضرتك؟ ممكن يا باشا بس اقرب من حضرتك، عايز اقول لحضرتك كلام مهم جدا يا باشا. بعد اذن سعادتك تعال. عاوز تقول ايه؟ ربنا يخليك يا باشا. حضرتك يا باشا انا مش حشمت الاحمر، وسعيد الاحمر ما طلعش اخويا حقيقي. امال انت مين؟ ديفيد شارلي سامحون؟ انا عنتر ابن 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 شداد. عنتر ابن 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 مين يا حبيبي؟ شداد يا باشا، شداد. صدقني ممدوح. عنتر اتاخر يا جد. اتغايب حجته معايا بنيتي، اكيد عرفوا انه حفيد عنتر ابن شداد عشان كده بيكرموه. محسود عين ولا صلت على النبي. ايش بيك يا عنتره؟ بقولك ايه؟ بلا عنتره بلا كزبره، انا حشمك الاحمر. هو هو انت هتزلك يا عنتر، نحن السبب فيما لقيته من تعب. الناس ما هم مصدقين ان نسل عنتر لسه عايش بيناتنا. احنا نرفع قضيه على الدوله لاسترداد السيف، في ماده في قانون العقوبات انا مش فاكرها خالص. يومين وهرد عليكم. اخلص يا نجيب، اخلص، كفايه اللي احنا فيه. اوكي احنا نرجع ديارنا وبكفايانا اللي صار. عنتر راجل ومعاند لاجل سيف جده ومش هيرجع من غيره. قول لهم يا عنتر. طب وحياه الكلمتين الحلوين دول، ما هيهدالي بال الا لما ارجع السيف اللي ضاع. وان شاء الله هقدموا لك هديه في البلانتاين. جدي ابشرك انا الحمد لله وصلت الخطه، مش هتخر الميه، هنقتحم بيها شارع نوال. صدق الله العظيم. البقاء لله. نعم بالله. ألا قل لي يا حضرة، هو المرحوم سعيد من سكان شارع نوال؟ آه يا فندم، ده من سكان شارع نوال الأصليين الله يرحمه. إزاي؟ ده أنا بقالي 35 سنة ساكن هنا في شارع نوال وعمري ما سمعت عن سعيد الأحمر ده. إزاي يا فندم ما تسأمها يعني؟ إزاي ما تعرفش سعيد؟ لا ده يعني من أول الناس اللي سكنوا في شارع نوال. هو ممكن يكون قريب حد ساكن في شارع نوال؟ اسم الله عليك، هو فعلا قريب حد، قريب حد. أها، قول لي بقى قريب مين عشان انا عارف شارع نوال ده بيت بيت واسم اسم. قريب مدام نوال شخصيا يا فندم. مدام نوال مين؟ مش ده شارع نوال حضرتك؟ هو قريب مدام نوال. تضايقك في حاجه يعني؟ هو حضرتك مين؟ انا شارع شهاب. يلا من هنا بقى، يلا. اعزي بس. لا مش هتعزي عندنا، اعزي. اتكل على الله، اتكل على الله. ايه يا ربنا يخرب بيتك زي ما خربت بيت. في اسعيد لازم تقص واندي والكهرباء دي كلها. يا سعيد مقامك، يا سعيد مقامك. وخمس محروقين ليه؟ ليه؟ يا ابني وعليه من اولياء الله الصالحين. يا حبيبي دي ليلتك، لازم تبقى مبسوط. الحلو بيبرك في الحفراح، الحلو بيبرك في الحفراح. انت بتتكلم بجد؟ بتكلم بجد. ده اهو ده يجيب له ارنب اخضر من مي. يا فرج الله، ناولني يا ابني ناولني. ايش بتسوي؟ ابدا يا جد، ده ناخد السيف دي لعنطره ونعينه عندنا في البيت. السيف لازم يرجع للقبيله حتى نكيد بني مره. اسمع كلام جد يا سعيد. اسمع كلام مين؟ انت
بني مرة دوت يجي يتفرجوا عندنا في البيت يا عم. سعيد اسمع كلام جدي لو سمحت. شوفوا يا عنترة. شيل السيف يا عنتر. الله أكبر الله أكبر. الحلو بيمرق في الحفران. 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 الحلو 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 يخفى عليك يا حشمت. ايه 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 حشمت؟ ايه سعيد انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ اسمع عنطره لا طير رقبتك. ماشي يا سي عنطره، بس ما كانش العشم يعني. لما ربنا يكرمك ويقدرك تقعد انت على العرش لوحدك وتسيب اخوك كبير قاعد تحت. انا لو عليا ادفنك تحت العرش. يخفى عليك عنطره. سعيد 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 ننزل من على المصيبه دي. اللي طلعك هو اللي نزلك. ماشي. وبعدين انت فين المصيبه؟ انا رايح اغير الانبوبه. ها طب ربنا يوفقك. فر ليجيو السيف يا ابي الاعور. جهز الرجال، انا هاجم الحين. يلا اخلع. اخلع ايه؟ انا مش فاهم انت بتضيعي وقت في المقدمات الكتير قوي ليه كده؟ هذا سلونا، المرة لازم تحمي زوجها قبل كل شيء. يعني انت ندهاني من وسط رجاله وغمزاني عشان تحميني؟ ايه ده؟ وعايزين سلاله، عمالين بتزنوا على السلاله بتضيعوا في الوقت. انا مش فاهم بتعملي كده ليه؟ عشان اخلي قلبك يدق. اهو الباب يا اختي هو اللي دق. هي سلاله فقيريه وليله فقيريه. اقعدي بقى بطبطي في الطشت لوحدك. جاي جاي. خير يا جدي؟ في ايه؟ هلم يا عنتر، يعني لو انت ترفع سيف جدك. ايه اللي حصل لده كله؟ الاعور بيهاجمنا بجيش جرار. يعني انا هروح احارب وارفع سيف جدي بالبرنس؟ ارتدي ملابس القتال وحصلني على خيمه المعركه. خيمه المعركه؟ ما تقومش المعركه الا دلوقتي، وربنا السلاله دي شكلها ما هتكمل. انت يا ست يلا يا اختي يلا، عادت تحرقي وتجري وتجري في الحمام اهو. اديني رايح الحرب. وهستشهد. وانسوا السلاله بقى، ان شاء الله تنقرضوا، مش هتلاقوا عقله صباع من عنتر ابن شداد. يلا يا اختي. طول ما انت سيفك في يدك ما حدا هيقدر يلمسك يا حفيد البطل. اقعدي بقى بلا سيفك بلا بتاع. اقعدي، مش عايز. انا مخنوق ومش عايز استفزاز. فين السيف؟ انا هروح المع السيف وارجع على طول. طب بقول لك ايه، يعني اي معنويات؟ بوسه قبل الحرب؟ بوسه. اقعد واقف، مش وقت قبل. انت رايح تقاتل قاتل قاتل. كفايه قاف كفايه قاف، وطرتيني. روحي يا رب يا رب ما موتش اول واحد في المعركه. يا رب يا رب استرها يا رب. ولا حشمه حشمه سعيد، لو ان السيف يلا نمرس من هنا، احنا مالناش في العوق ده دلوقتي يا سعيد. ما خلاص المصلحه قضت واتعشت الحمد لله. ريتا مستنيانا وكريم كمان بالفلوس. يلا طياره مياره. طب اقول لك يا سعيد، عشان خاطري خلينا نقف معاهم في الحرب ديت، وبعد كده نروح لريتا وكريم. هو البيت حمار ما بيفهمش؟ الاعور ده مجنون، لو قفش منك السيف لا هنطول بلح الشام ولا عنب اليامة. يلا يا حبيبي خلينا نخلع من هنا. يا سعيد يا سعيد، الناس دي متعشمين فيا قوي. الناس دي مستنين اللحظه دي من زمان. الناس دول اهل يا سعيد، اللي من يوم ما عرفتهم بقيت بني ادم وبقى ليا كرامه واعتبار. يعني ايه؟ يعني مات الكلام يا سعيد. وكلمه تانية، هخليهم يعلقوك في اعلى نخله، وبدل ما تبقى الاحمر تبقى رطب. هذا رجلي. كراهيه يا سعيد؟ ما انا قلت لك قبل كده يا اخي ان فلوسي جاهزه ومن زمان. بص يا ريس، الناس اللي انا عندهم دولت واقعين مع قبيله تانيه، واقعين وقعه كبيره قوي. انا هستنى بقى لما يدبوا في بعض واسلت منهم السيف بالطريقه. لا لا، سيبهم يخلصوا ورا بعض، وانا بقى هجيب رجالتي واخلص على الباقي منهم. لو خايف على حياتك ابعد انت، عشان رجالتي وحوش وما بيفرقوش.
لا ما بيفرقوش ازاي؟ اسمعني كويس يا ريس، اخويا حشمت ما حدش يقرب منه. اه ده اخويا ونن عيني. الو كريم بيه، الو، الله يخرب بيت ابوك. ايه يا اخو عروة؟ ايه الرملة اللي مالية الصحرة دي؟ انا مش شايل الصحرة ديت كل يوم تترش وتتكنس وتبقى زي الفل. انا عايز الرجالة تحارب على نظيف. كنسناها وروجناها ورشناها. وزعت السلاح على الرجالة؟ لفنا بالتكتوك على بيت بيت ونجع نجع وزور زور. انا كل ما اسألك حاجة هتقعد تقول لي ثلاث مرات كده. اهدى شوية جدي، احنا معانا كام راجل؟ 300 بعون الله. هايل، والعدو كام راجل؟ 1500 بعون الله. اتهرسنا بعون الله. اسد الرجال سداد يا نسل عنتر ابن شداد. اسد الرجال؟ والله طلعت اسد ابن اسد. معاك كام راجل؟ 700 بعون الله. هاي ركزوا معايا يا جماعه، احنا خطتنا رجاله اسمها الضرب في السمانه. 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 ايش هذا الضرب في السمانة؟ الضرب في السمانة. الضرب في السمانة. حشمت، في ايه يا احمر؟ الاحمر عزفت الطين. في ايه يا ده؟ انت مالك؟ انا طلعت وسخ يا حشمت. طلعت ده من زمان وكله عارف. يا عم انا ما بهزرش، بتكلم جد. في ايه يا سعيد؟ قلقتني، انا مش ناقص. انا كنت هتصل بكريم واتفقت معاه ان انا اسلك منك السيف كده بالطريقه واديهوله، بس اقسم بالله ما كنت عارف انه ناوي على غدر. ده عايز يجي هو رجالته وخلص عليكم يموتك. قلبي ما جابنيش، قلت اقول لك. جدع ياض، جدع ياض. بقول لك يا جدي، بصراحه بقى انا عايز اعرف ايه نوع العداوه اللي بيننا وبين قبيله لعور دي. طمعانين فردنا وسيوفنا يا ولدي. بيقولوا اجدادنا واجدادهم اشتروا السيوف مع بعض، شرك. اديك قلتها يا جدي، شرك. تعال بقى نرجع الشراكه دي تاني ونبقى ايد واحده. وإذا كان على السيف يا سيدي مش مشكلة، هم ياخدوه تلات أيام وإحنا تلات أيام وكلنا نتشرف بسيف عنتر بن شداد. طب ويوم الجمعة حبيبي؟ هنزيت السيف بقى ونلمعه، هظبطك أنا، أنت عايز أي مصلحة؟ صيانة يعني. صيانة صيانة. بقول لك هي يا جدي، ما تيجي نتصالح؟ والله يا ولدي ما في أجمل من السلام. الله أكبر، الله أكبر. يسلم فمك، يسلم فمك. اركب يا جد. اركب على اللعور على طول. السلام عليكم. يلا انزل عطار. ايش قلتوا؟ لقيتوا تطول السيف؟ بص بقى يا عمنا من الاخر، في ناس هنا جايه هتخلص عليا وعليك وهيسرقوا السيف. لو ما بناش انا وانت ايد واحده صدقني انا وكل الدنيا ديت هنتروق. ما عاش ولا كان اللي يروق لعور وقبيله بني مره الابطال. لا لا لا، الكلام ده بقى في خناقه بين جبلين وكم جمل وكم حصان، الكلام ده ما ياكلش مع الناس دي. واللي انت عامله في دماغك انساني، الناس دي شريره جامده عندها اسلحه عدوا البلاي ستيشن. ما تتكلم يا سعيد. لا يا عم القهوه، صل على النبي، واللي يصلي على النبي يكسب. الناس دي جايه تحط عليكوا. اه ما تخرجش من ايد عنتاره، اسمع كلامي. حط ايدك في ايدي، اسمع كلامي. وكيف هنتغلب عليهم ومعاهم كل هذا السلاح؟ ما تقلقش يا معلم، انا في دماغي خطه بعون الله هزلزل العدو قبل ما يدخل المعركه اساسا. انت منين بتفكر؟ والله لخلعك لو ما اشركتني انا والنساء في المعركه. ده اسمه كلام يا عليا، انتوا ما تشتركوش. ده انتوا العنصر الاساسي في الخطه اللي في دماغي، ده انتوا في اول الصفوف. We'll be right back.
رايك؟ بقولك ايه؟ الكلام من الاخر، يا هتسلمني السيف فورا اخلي الرجاله دي تخلص. اصحى كريم، اذا كنت فاكر ان انت جاي هتلاقينا خلصنا على بعض وهتخلص على الباقي تبقى عبيط لمؤاخذه. احنا بنختلف بس وقت الجد بنبقى ايد واحده والكتف بيبقى في الكتف. طيب ما دام انت شايف الموضوع كده يعني خلينا نتكلم، ممكن نتفق. انسى، مش محتاجين فلوسك. طب ما انا ممكن اودكوا السيف هاخده هاخده يعني. اسد طياره مياره. عرفني راح فين؟ صرفي وطلعينا من هنا. اطلعك ازاي؟ انا مش لاقي المفتاح. ما تدوريش عليا يا حبيبتي، المفتاح معايا. زكريتا جري يا حشمت يا حبيبي، يعني انا اوفر لك سلاح عشان تضربني بيه هنا؟ يا حبيبي وفرت السلاح عشان نخلص بيه على بعضنا. انزل ياض، انزل سطح قدام الزغروف الكبير. مين ده؟ هذا كريم. انزل. لا انزل انزل. راح سعيد، الحان يا سعيد، هيسطحوني. سيب لي الطلعة دي. تعالي تعالي. ولد يا رب. جمل يا رب. بنت يا رب. نجيب انت موترني قوي، موترني. ولا نجيب يا باشا اقعد على جنب هنا. طبعا احنا مستنيني. منتظرين بيبي. ألف مبروك يا عنترة، يتربى في عزك يا ولد. مبروك يا عنترة. هما بيباركوا له على ايه؟ على البيبي. يا عنتر مبروك يا عنتر، يا لك توينز توينز يا عنتر، صبي وصبي يا قمر. ايش هتسميهم يا عنتر؟ بصراحة جدا أنا من زمان يعني نفسي أسمي مازن ونائلة. ايش هذا؟ طب هقول لك على حاجة عشان خاطر عيونك أنت، عنتر وعبلة. ايه؟ مبروك عنترة. الله اكبر. ايه ده، انا مخلف عفاريت ولا ايه؟ عيالي هنا وبيصرخوا جوه. يا سبحان الله. عنتر. اللهم صل على النبي. جينا جوز تانيين. جوز تانيين؟ وعماله تقولي لي انا مش بقره مش بقره وطلعتي ارنبه. ايش هتسميهم يا ولدي؟ ان شاء الله يا جدي سيد وسيد، وهفتح لهم سوبر ماركت. ايش يا ولدي؟ خلاص نكملها رومانسيه بقى. ايه رايك يا جدي في قيس وليلى؟ عشان تبقى تتريق على عيلتي يا عم. لا الشر بعيد، ده انتوا مجانين. مبروك يا عنترة. يا عم العناتر يا جرنتايزر. لما نشوف بقى انت هتفقس لنا ايه يا مدام احمر. ولدي ولدي امك. ولدي حبيبتي. انا بقيت اب، بقيت اب يا امك. كونجراتيليشن. ثانك يو ثانك يو يا امي. والنبي اقعدي معايا شويه. ها يعني عايز اسمع صوتك، تكلميني، احس بحنانك، تحضنيني. انت خفيتي؟ انا عملت تشيك اب كامل وخفيت الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ ايه ده شكلك انت خفيتي وانا تعديت. انت انا تعديت. انت حسبي الله ونعم الوكيل يا ولد. الله عطارة. لا تقلقوا، غيبوبه كام يوم ويفوق. يلا شنو عطار؟ تعال. ولا زي عنتر في اليابان والهند، ولا حد زيه في الشجاعه والعند. انزل يا ولد بالفنان، انزل يا ولد بزعين. الاغنيه يا محمد. سعدك سعيد يا انت ربك، نصر وعزه ومجد ربك. سعدك سعيد يا انت ربك، نصر وعزه ومجد ربك. انا عنتر ابني 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 شداد، حد فيكو عنده اي 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 اعتراض؟ انا عنتر ابني 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 شداد، حد فيكو عنده اي 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 اعتراض؟ انا اللي جيتي عنتر في الصحراء كالجراد، وانا اللي جاي في الزمان ده حقق المراد. انا اللي جيتي عنتر في الصحراء كالجراد، وانا اللي جاي في الزمان ده حقق المراد. انا عنتر ابني
كانت في أزمة وجالهم الكاريزما باكل فرخ وبط متصيد في القبائل وعشان بايسبسي هايل بلعب بصبعي ضغط يا صحابة خدي انفراد أنا عنتر ابني 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 شداد ياباني ومين في عنفواني احترس انا كل شر واخدها بالوراثه وبسيطر في الخباثه ارجوكوا كفايه قر انا عنتر مش سعاد انا عنتر ابني 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 شداد